السلام عليكم. عليكم السلام. أظن الجلسة واضحة، إحنا هنا فضفضة سعودية في أكثر من كده سعودة في الموضوع ممكن نعملها يعني. ومشكوراً عزيز يعني جاب الثوب والقلم وكل الأمور عشان يكون عندنا إثبات إنه إحنا في السعودية وبنصور فضفضة السعودية. صراحة هي الفكرة زي ما قلت للشباب لما رحت مصر وصورت مع محمود إسماعيل ومحمد طارق ومحمود مهدي، قعدت أقول طيب أنا لازم ضروري أعمل الشيء ده نفسه في لما أرجع مرة ثانية على السعودية. والفكرة كانت بس داخل ربلي، هي الفكرة كانت إنه أتقابل مع كل الموقفين. فعزيز كان موقف إلى ما جاءك الأمير. أنت قلت لو ذكرت هذا صارت صعبة تطردني. فقدني أنا رتبت معاه وعلى أساس إنه موقف وإنه يعني حيرجع معانا. خلاص بوقف ما برجع عشان. بس الحمد لله إنه رجع، والحلقة دي زي ما يعني أنا قاصدها، إنه بجلس مع ناس وحشوني صراحة أنا فيديوهات تبعها، إن كان أحمد عاشور وكشكول، إن كان محمد داني بوكس والقناة وموقفين له فترة وحيكون جزء من الكلام، وإن كان عزيز اللي رجع مرة ثانية الآن معانا الحمد لله في التنانين وحيختفي بعدها، وصدقوني حيختفي بعدها. فما أدري إذا عملت مقدمة ولا لا، بس أنا حابب إني أبدأ على طول. الحلقة حتكون فضفضة، بنتكلم على مواضيع كثير، أغلب الأسئلة أنا قد تكلمت فيها مع شباب ثاني، فباكم التركيز عليكم انتوا، الاجابات كلها تجي معكم. اوكي اوكي، في اي حاجه بتقولوها ما ابدا بسم الله. انا جاي متفاجئ صراحه والله، يعني ما شفتها، ما حضرنا كلنا. خلنا نعطيك معلومه ارسل لنا قبل 10 دقائق احسن عشان لا يجي عشان اللي يسمع انه ماهر ترى انه شغله بالسن مركب ومنظم وما شاء الله. انتوا ما تعرفين ايش صح، انتوا احنا ليه جينا كده؟ المكان ده ما كان مخطط لي، بس هعمل فيديو ثاني اشرح فيه وثائقي عن تصوير فضة السعوديه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يا شباب، اليوم نبغى ناخذ راحتنا بالكلام على امور عاده ما جينا فرصه نتكلم فيها. فنبدا بسؤال بسيط، ممثل له جماهيريه عند الناس وانت سبحان الله ما تستسيغه، ناس مكبرين ومدينه مساحة كبيرة وده، بس انت سبحان الله يعني ما انت قادر تتقبل هذا المثل، نبدأ مع مين؟ انا قاعد اشوف وجهه، فانا اقدر اقول اسمع على طول يعني. وطبعا ما هو تقليلا برأي اي احد او ايا كان، بالعكس يعني انا احترم، بس عشان يكون واضحين احنا نحترم كل الاراء عشان بس ما نعيد الكلام ده كل شيء. لابد خلاص، فناخذ راحتنا، يلا فضفض يا باشا. بن أفلك، انا الممثل هذا انا بالنسبه لي وجهه خشبي، يعني يعني حزين سعيد، يعطيك اي مشاعر هي نفس الوجه. اوكي، وما عمره يعني يمكن فيلم او فيلمين من العشرات من الافلام اللي يقنعني فيها، يعني حتى مثلا اعجاب الناس فيه كباتمان انا ما عمره يقنعني. انا هذا اللي كنت اسالك فيه، انا ما عمره يعني حتى باتمان ما اقنعك فيه، ما يعني حسيت اللي انا متضايق وانا بس اللي بحاول اني اقود هذا، بس ما حسيت انه جذبني لدرجة أنه هو أعطاني إحساس أنه هو فعلاً القائد. ما أدري هل هو كراهية من يعني لأني أنا ما داني، ولا هو فعلاً في أفلامه قليل يعني. لو جينا عليك ممثل أفلامه مرة شيء اللي أنا أقدر أدافع عنه فيه غير باتمان، وهرجع لباتمان بعد شوية، بس عنده مثلاً تاون. أوكي أوكي، عنده ذا أكاونتنت صح؟ بس يعني عشان كده ما أقدر، يعني أبغى أجاد لك، بس عشان كده ما عندي إلا باتمان أجاد لك عليه. أوكي. لأنه باتمان بالنسبة لكثير شايفين إنه هو أفضل باتمان. كبروس وين ولا كباتمان اللي ركب لما نيجي عليه؟ لما نيجي النقاش على باتمان ومن أفضل باتمان، شفت قدامي إن كان تويتات ولا إن كان في فيديوهات كثير ناس تتحمس ويقول إنه هو ما أخذ حقه، وشايفين إنه عالم زاك سنايدر لو كمل بنفس الرؤية حقت المخرج كان شفنا بن أفليك كيف ممكن يعطينا دور حلو. وكل الناس اللي بتدافع على فيلم سوبرمان فيرسس باتمان بتقول انه عشان باتمان هناك اعطاهم باتمان، وبيطيحوا على مين؟ على كريستيان بيل، انه هو الصوت حقه ده اللي طالع وخلاص، ما اعطاهم الدور حق باتمان. تتفقوا معاه على باتمان انه سيء؟ انا اتفق يعني في بن أفليك، بس برضو ذكرني يوم قال وجهه جامد الملامح، ذكرني بممثل انا كنت اشوفه جامد الملامح بس كنت احبه. ايوه مين؟ راين غوسلينج. اوكي، راين بارد في درايف، افلام بارد في الملامح حقه، ما قد شفت تعبير يعني جسده، تعبير الجسد ممكن بس الوجه دائما تحسه بارد. انت متفق معاه يعني؟ انا متفق معاه، انا متفق معاه، انا اتفق معاه بعد. بس انه لي افلام دوره مناسب، فكرني يعني شكله يعني ناسي الفيلم اللي اشتهر فيه اللي هو كان اكاونتنت جود ولا هانتنج. لا بس هو هناك دوره كان بسيط فاين، بس الفكره انه
تعابيره والحركات الجسدية البسيطة والجمود اللي موجود في حركاته كانت مناسبة تماما مع الشخصية اللي هو الشخص اللي استسلم من الحياة. مرة كانت راكبة. وفي أدوار أخرى يعني زي The Accountant بشكل عام أشوف أنه أداؤه للشخصية كان وتاون يا جماعة ودوره في تاون ما هو أفضل وفي شيء في العالم بس دور كان قوي. طيب بس The Accountant أحلى من Last Duel. شفت Last Duel العام نزل؟ أوكي يا أنا مثلا كدورة كملك أيوة ما قبلته. هو بيجيب لك الملك الفلة عارف الملك اللي بايع أم الدنيا كده وعايش. قدرت أشتري أنا أنا ما بقول إنه أفضل ممثل بس يعني ها يطلع منه شوية. أنا أعتقد إنه هو زي الممثلين العرب في الثمانينات والتسعينات اللي الدور ينكتب لهم وليس العكس. أوكي مو ممثل أي دور. إي أنا أشوف مو أصلا كاتب مو كده هي تصير يعني ويسوي أوديشن عاد. ايوه لا هو هذا اللي بيصير لكن اللي بقول لك اللي اعتقد اللي ينفع له انه يكون الدور مكتوب تغير اثناء الكتابه يعني علشان تكون لا يعني مثلا انا جاي كاتب ابغى اكتب شخصيه معينه وجاء في بالي بن أفلك فاكتب الشخصيه بعدين اكلم بن أفلك بن أفلك اذا بن أفلك رفض في ناس كثير يسووا زي كذا وفي ناس كثير يقول لك لو هذا الممثل رفض كان ممكن الفيلم هذا ما يصير اصلا لانه الشخصيه فعلا مكتوبه على اساس انه هذا اللي حيمثلها. فانا اشوف بين افلك لما ياخذ طبيعته الشخصيه وشخصيته الاساسيه وتعابيره الجامده ويقدمها في شخصيه مكتوبه على هذا الاساس زي ارجو فيلم ارجو فاد معه فيلم ارجو هو اخرج كمان يعني ارجو كان مخرج وممثل في نفس الوقت وجاب دوره عليه يعني انا في ارجو اشوف لدرجه انه ما اتخيل مو ما اتخيل ممثل ثاني بس مره كويس الدور حقه كان في ارجو. شوف هو يعني بلا شك في قالب افلام يصلح له مفصل عليه في افلام كذا زي ارجو بالضبط يعني اعطى دور حلو بناء على الكتابه اللي اساسا تتطلب ان الممثل يكون شويه بارد هذه ملامحه جافه. بس ما اتوقع ان محمد غشاش شويه لانه الاجابه ما هي نفس اللي انا ادور عليها. انا قلت ممثل له جماهيريه اتوقع بن أفلك له جماهيريه بن أفلك ودافعوا عنه والله يعني بالذات لما في باتمان يعني كل ما طلع لنا باتمان رزوا لك اياه بالبدلة حقته وحط لك يوتيوب يقدر يسوون مثل هالمشهد هذا في باتمان الفلان ولا العلا ويرزوا لك وجهه مع خلوني اخرج من هنا شكلك تقصد مشهد تل مي ديو بليد ايوه مشهد باتمان فيرسس سوبرمان كان في واحد تل مي ديو بليد بيكوز يو ويل هذا المشهد هذا مشهد كان من احلى المشاهد. طب عشان ابغى استفيد من دي هذا عشان حاجه تحرق الدنيا بسم الله رتب لي الباتمانات. شوف هو صحيح توه بادي صحيح روبرت بس انا مثلا روبرت باتنسون الان هو اكثر واحد مقنع احسه مع انه اول فيلم له اوكي انا اجري بعدين اللي هو شو يسموه بيل كريستيان بيل بعدين بنات اوكي بالنسبه انت حتى ما جبت ما جبت صاحبنا القديم لا لانه ما شاهد سمعنا الاول كان مايكل كيتون ايوه مايكل كيتون مايكل كيتون كان المشكله في الفيلم انه كان التصوير حقه تصوير مسرحي يعني أيوه. كل الفيلم الاول باتمان أيوه. الاول والثاني كل اوفر ذا توب على قولهم أيوه. اللي هو لكن هو كباتمان انا صراحه كان مره يعجبني يعني حتى لما رجعت شفت باتمان الاول مؤخرا طبعا ما قدرت اخلص صراحه مره الفيلم يعني مر عليه الزمن بس هو كان مقنع لين نص الفيلم. طب ترتيب الباتمانات عندك الاثنين دول قالوا باتسون اول واحد يس. وبعده بيل وبعدهم بن أفلك وحتى ما ذكر بناء على جيلنا عشان كذا اقول الشياب يعني تعال نتكلم على جورج كلوني وفان كيلمر والحاجات هذه. شوف طلع باتمان الاخير بعد ما انا فقدت اهتمامي في الافلام فما شفته ما شفت باتمان للدرجه دي الاهتمام نزل لحظه تصريح قوي كان شغلتين الحين قال اول شيء ما شافه بس قال فقدت اهتمامي بالافلام ايوه لا هذه حنجيها في موضوع اللي يوقف القناه الحين فما شفت اخر واحد ما شفت باتمان اوكي لكن لو انا بقيم طبعا من الذاكره انا اقول مايكل كيتون بالنسبه لي الاول اوكي بعدين اللي قبله كريستيان بيل اوكي اللي بعده قصدك باقيين كلهم صراحه يعني غير مقنعين بل كلمر كان تو ماتش كان مرة درامي زيادة. أنا فيلمه كان يعجبني. أنا باتمان فوريفر يعجبني. أنا هذا تصريح ما أعرف لأي درجة. بس متى آخر مرة شفته؟ أنت بتقول كلمة. والله قريب ولا أولادي. أولادي دوني نظرة لي. أيوة أنا شفته قريب. أي واحد من محاورك ترى هذا مهم موضوع إنه أنت شايف شيء جديد لك ذكرى كويسة. أيوة هرجع. فهذا ترى يمكن ينطبق عليه. طيب هرجع. لا بس هو قال شافه قريب. شفته قريب و جورج كلوني لو أشوفه اليوم الدين هيكون سيء. جورج كلوني خلى باتمان مرح.
وهذه يعني خلاص لا بزيادة بس على شفت ما أدري فين شفت الكلام ده مكتوب إنه الفيلم ده عمل خصيص لحق جورج كلوني عشان يبيع ألعاب حتى البدلة حقتهم عملوها بطريقة إنها تنحط زي ما هي ويبيعوا ألعاب تويز أكثر بالضبط يدخلوا أشياء أكثر. طيب أنت جاوبت باقي الاثنين دول ما جاوبوا. أنا جاوبت أنا نفسه إيش بن أفلك في السؤال الأول وفي ترتيب الباتمان اتفق معك نفس سبحان الله نفس الاجابه انه مثل مو جماهيري انا كنت يا اخي هذا لا اسمعني انا جماعه ما ابغى نفس الاجابات لا لا كنت ابغى اجي الاخو بن افلك بما ان جبنا سيره بن افلك كيسي افلك انا قاعد اشوف بن افلك له شهره كبيره برغم انه اخوه افضل منه بكثير اداء تمثيلي في كل المحاور اللي ممكن تمشي ممثل كل شيء انا ابغاه في ممثل هو موجود فيه وفي المقابل يعني أنا زعلان يعني الأخو أندر دوك الثاني هو اللي طالع دائما في الصورة واللي قاعد يأخذ أنت عارف قصة أخوه يعني عارف المشاكل اللي بيعملها قصتك خارج الستيج وإلى آخره لا بس أنا أتكلم عن جماهير أنا عشان كذا بطيب الجماهير ما حد قابل يشتغل معاه أصلا لا بس الجماهير ما تعرف خلف الكواليس لا لا قصدي إنه ما أخذ أدوار مو عشان هو مظلوم عشان هو يعني ما سب له طريقة ناس يشتغل معاه مشكلة بزيادة مشكلة وفي بي تو ترى طلعت عليه قضايا كثير يعني ما في سيدة اشتغلت معاه اللي طلعت عليه أشياء لا ما أعرف بس هذا موضوع ثانوي بس إيش في عنده أفلام غير يعني اللي بيعلم معايا مرة مانشستر باي ذا سي واللي هو أول ما أخذ الأوسكار وترشح الأوسكار عليه كان أخذ الأوسكار ترشح الأوسكار وله مشهد بعد إيش في إيش له أفلام ثانية صراحة ماني قادر أفتكر أنا نسيت ما تحضرني بس أتذكر دائما اللي يظهر في الصورة دائما بن أفلك والأخوه كيسي واللي كان دائما أعظم في أفلام كثيرة أنا تابعتها بس أنا ما تحضرني مثل ما قلت لك ليش أعطيتنا وقت التحضير يعني ما مشكلة حيستخدم الموضوع ده في كل محور أنا رايح أدور كيف إيش في ممثلين يس بس افتكرت أيوه حاطيك واحد حريقة عرفت شكلي ايوه شلون كشكول ومستمعين كشكول يعني ايوه لكن مستمعينك ما يعرف تمام قول لي بالنسبه لي لا تقول سيلفستر ستالون لاني بجاوب الحين بعض الممثلين اللي لهم جماهيريه ولهم جماهيريه لا ما في احد يتفق انه ما هو ممثل عظيم يعني ايوه لا يعني كان في ادوار والاكشن وكذا سوى نقله نوعيه بس التسعينات كان بومينج ايوه اي بس من حينه وانا اشوفه ايش هذا ايوه بس ما هو مثلا مو جوني ديب انا دائما اقول جوني ديب مو جوني ديب اللي الى الان الناس تقول انه هو ممثل رهيب انا ما عمره اقتنعت فيه كممثل مره رهيب وكويس بس مو ما يعتبر عندي من القامات فمين اللي دينزل واشنطن دينزل واشنطن يا اخي شوف الاجابات اسمع اي مو واحد يغش ويطلع لي بن أفلك والثاني يتمسك فيه ترى انا فقط افكر زيه سبحان الله تعال الثاني يلف الطاوله كذا عشان تعال 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 دينزل واشنطن واحد يعني شوف هو ممثل ممتاز ما في كلام أكيد اختياراته في الأفلام برضه عظيمة زي وجهه ليش زي والله يعني زي وجهه أمريكي يعني أنت شوف الأفلام حقته وهتقول أوف والله هذا حلو والله هذا حلو والله هذا حلو وتلاقي بينهم كذا خمسة أربعة أفلام يعني في الأفلام في الفيلم اللي الناس يعني أعجبوا فيه بطريقة وأنا ماني عارف كيف ما أنا فاير هذا يعني بالنسبة لي زي وزي فيلم ذا بانيشر اللي طلع في السنة أيوة يعني نفس الأسلوب حتى تمثيله كان ضعيف في الفيلم هذاك يعني ما أعطى المشاعر الصحيحة هو مثلا ممتاز اختياراته تخليه ينزل لشخصيات ما هي في مستواه ومع كثرة الأشياء اللي سواها صار في نظري إنه الأشياء اللي يسويها ممتازة أقل من اللي هو يعني أنا بالنسبة لي ممثل ممتاز وأدافع عنه اليوم الدين في أفلام كثير حلوة بس ما هو الشخص اللي يديني إيكولايزر مثلا ابدا ما هو اللي يديني ما اللي اشتريه هو إيكولايزر شوف في ممثلين يختار اربع افلام او خمسة افلام يطلع فيها في السنه واحد منها يكون منافس اوسكاري والباقيات بوكيت ماني على عكس مثلا على عكس ليوناردو دي كابري يقول لك انا ما اجي اصلا في السنه انا ممكن تجي سنه كامله ما اطلع باي فيلم بس انا اختار شيء انا انفستنج فيه بشكل مرعب فدينزل واشنطن ممثل اذا كنا نتكلم عن كيبابيلتيز يعني امكانياته الرجال خرافي بس انه يطلع بفيلمين احيانا في السنه واحد مره سيء الثاني افريج الثالث السنه اللي بعدها يطلع مره بومين كل الناس انا بحاول افتكر هنا اللي يقصده هو انه تطلع مجموعه افلام تحس انها للنسيان لا بس اذا اختيارات ما تقلل منه كمان ايش المشكله المشكله انه الناس يحتفلوا بتمثيله في جميع الافلام هذه لانه هم في ذهنهم دينزل واشنطن اللي سوى هذا الفيلم واللي سوى هذا الفيلم وسوى هذا فحتى لما يسوي أفلام تمثيله فيها ضعيف
تلاقي الناس يقول لك والله اوف دينزل بس لا بس كلمه ضعيف لا إيه؟ احمد انا مره اسف إيه؟ كلمه تمثيل ضعيف قويه فابغى امثله إيه؟ اختيار سيء للفيلم شيء ثاني صح. كثير ممثلين رائعين مايكل دانيال دي لويس اعظم ممثل في نظري عنده اختيارات سيئه صحيح. بس هذا لا يعني انه مثل سيء فيلم سواه صراحه الله يسامحه على فانتوم ثريد انا عجبني فيلم لطيف بس إيه؟ مقارنة بالليجاسي حقه بالضبط انه يكون اخر فيلم مو كمان عيب بالضبط نرجع لدنزل واشنطن فدنزل مثلا خلينا نروح لواحد من افلامه المعشوقه ايش الفيلم هذاك جد جانجستر نيويورك لا لا امريكان جانجستر تريننج داي تريننج داي ايوه 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 بنفس شوف انا قلت لك هشعللها من البدايه وانا يعني قد كلمه ايوه 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 تريننج داي ايوه تمثيله فيه كان ممتاز ممتاز أيوة. لكن المشاهد اللي الناس يعني اقتبسوها كمشاهد والله دنزل فيه كينج كونغ استفق مني حرام عليك هذا من اعظم لا لا مو هذا طيب اللي كان في انا وانت اكشلي قعدنا فصلنا كم مشهد كذا لما تكلمنا في بودكاست ماني فاكر بالضبط بس واحد كان في السياره في اخر الفيلم وكان واحد من الناس اللي اقتبسوه والمشهد فعلا ضعيف الأداء فيه يعني لو أخذ له تيك تاني أقول لك كان هيطلع مليون في المية أحسن منه ليش؟ لأنه أنا عارف أنه دينزل يقدر يسوي أنا أختلف معاك جملة وتفصيلا أبسط حقوق أنا كنت غاف أقول أتفق غاف يقول قد غش قاب قوسين قاب في أربعة هنا لازم أميل لشيء طيب أنا قاب قوسين أنا كنت هدخل الفيلم ده من سلسلة 10 من 10 بس عشان أقول تمثيل دينزل واشنطن كفيلن وكيف أثبت إنه الفيلن إنه للدرجة دي بدي الفرصة للممثلين إنه يطلع إبداعات تمثيلية ما حيقدر يطلعها إلا بدور شرير ودينزل قبلها أدان أدوار حلوة ترى كثير ده الفيلم خلاه يفرق تماما عن أي دور آخر وإلا الآن أنا طالبه نرجع بأدوار شريرة مرة ثانية 100% أنت بس ذكرت إنك تبغى مثال لتمثيل ضعيف انا ما قلت انه تمثيله في الفيلم ضعيف ايوه في فرق ايوه انا قلت في مشهد كان ممكن يكون إيه. افضل كان ممكن كان تمثيله في الفيلم النهايه عظيم يعني مالك احنا الحين قاعدين ناخذ بالمناقيش من الافلام الاسطوريه ايوه تعال الافلام الغير اسطوريه غير اسطوريه من الافلام العاديه ايوه طيب تيجي تشوف في كثير من اداؤه تقول ايش قاعد تسوي ايكولايزر انا ماني مشتري ايكولايزر ايكولايزر 2 انا ماني مشتري جسمه قد كده يا عمي وقاعد ولا كانه الا جون ويك ما هي جايه معايا ما هي جايه ايكولايزر 2 طبعا انا مشيت من نص الفيلم بس في نص الفيلم في مشهد كده محزن انا قاعد ابكي من سوء التمثيل واخذت شنطتي ومشيت والله ما قدرت اكمل الفيلم اوكي فيعني انا ايش بقوله انا ماني متفق اخر شيء بس عشان ارجع اوضح أيه. انا ما بقول دينزل ممثل سيء انا قاعد اقول قاعد اقول اختيارات انه يعني شويه ما اخذ يعني اكثر من حقه في مساله التقدير كممثل إيه. طب يعني لو جينا طب اسمع انا اسف ما حسيبه يروح يطلع بالساهل من الموضوع انا جاهز لو يعني لو جينا الممثلين دوش البشره السوداء البلاك امريكانز بس ليه شوف الكاتيجوريز هذه لا 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 انا باخذها انا باخذها عشان عشان ابغى بس اوصل لنقطه معينه في دماغي هم بيحتفلوا فيه وشايفينه حاجه كبيره لانه مع كل الممثلين هو الهرم مو احد الهرم هو الهرم هو فتح الباب بالكلمه وحتى حتى له لا بس هو يعتبر في الاشياء الدراميه والتمثيل الحقيقي برضه يعتبر واحد من الافضل مورغان فريمان مساعد عمره ما يشيل فيلم لحاله دينزل يشيل فيلم لحاله صحيح. يعني فيلم فلايت اخر فيلم ترشح للاوسكار لا فيلم فنسز تمثيل الى الان لما قاعد يتكلم مع ولده يقول انت قاعد هنا اي او يو انت قاعد في بيتي بس فلوسي اللي انت ذكرتهم الحين بينهم كم؟ 5 سنوات أربع سنين أربعة 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 2015 2011 أو 2012 إيه يعني هي متباعدة أيوة. بس اللي أنا بفهم الحين السؤال أنت الحين هي توصل لمرحلة إنك تكرهها ولا يكون منفوخ زيادة السؤال كان كره إيه؟ ما كان ما يعني يجي نقول لا ممثل إنه شايف إنه جماهيرية ما يستاهلها إيوه يعني مثلا لو أي ممثل ثاني كان عنده هذه التخبطات بين الأفلام العظيمة ما كان المشال نفس الشيء بس دينزل معشوق يحبون الناس كدينزل وهو كبني آدم رائع يعني الأشياء اللي بيسويها خلف الكواليس كيف قاعد يدعم المجتمعات السوداء انهم يطلعوا فالناس يحبوه يعشقوه ممتاز فيمشوا له أشياء كثير انا بشوف انا يمكن بضيف على هذه النقطة يعني انا اشوف بالنسبة لي
ما اختلف كثير ترى على كلام احمد بخصوص اختياراته. اختيارات ما كلنا متفقين. اي ولكن ممكن الاعجاب والمحبه يعني مثلا لما اشوف فيلم لدنزل ممكن ادخل على طول اشوفه عشان بالضبط عشان ليش؟ ما زال كرتو ما انحرق معاه عشان الكاريزما حقته. ايوه زين اذا يذكرني بمين؟ يذكرني بماثيو مكاني اللي عنده امكانيات عنده كاريزما بس ايضا نفس الشيء عنده اختيارات. لا بس عارفين مين لو جينا بناخذ من نفس الكاتيجوري شخص الين قبل 10 سنين بالنسبه له بالنسبه للعالم كان في اعلى شيء ممكن الين ما وصلنا للسنه اللي فاتت اللي استاف الاوسكار ونزل لاسفل السافلين ويل سميث. يعني ويل سميث احنا نتكلم من ايام الليجند 2007 بس انا بالنسبه لي تمام الى الان ما له افلام. انا ما قد شفته اصلا ممثل عظيم. لا هو كويس مو عظيم بس يعني كان بس كان في الطريق انه يكون مثل عظيم. أيوة شفت شغله في الطريق الوقفه اللي وقفها مره عدمته خلاص رجع فيها مره لورا. بس حتى الافلام اللي قبل يعني مثلا برسوت اوف هابينس هذيك الفتره برسوت اوف هابينس وعمل ليجند و7 او 7 باوندز جات ورا بعض 2006 2007 من 2007 الين الان. لا برسوت اوف هابينس 2006 بأكد وبعدين بعده ايه بعده 7 باوندز ومن نجي في نفس السنه مع الفيلم اللي سووه في سوبر هيروز اللي سوى سوبر هيرو يطير قبله كده مشرد هيتش ما ادري حاجه زي كده اسمه كده. لا لا هيتش الكوميدي. لا هيتش لطيف. لا لطيف اللي كان كده لابس هودي انا لابس ايس كاب. المهم فمن 2007 بس ثلاث افلام يعني هو الحين شهرته اعظم بكثير من المخرجات اللي طلعها. صحيح بالعكس لا تنسى بعد من يوم بدا ترى مو بالفتره التوقف من يوم بدا ويل سميث والناس مفجره فيه بشكل مرعب لدرجه حتى يعني حتى نسترجع ذكريات ليش كبر فرنش برنس اوف بلير واللي يعني كان المسلسل الوحيد اللي وصل للعالميه مع انه بيتكلم على فئه في امريكا مو الكل بيتكلم عنها. الشيء الثاني بعدين راح على فيلم اندبندنس داي كان ممثل مساعد بس دوره رهيب. صحيح. الى الان انا فاكر وحطت السيجار وده كان رهيب. بعدين راح الفكه حقته الكبيره من بلاك من بلاك هو اللي وصل للعالميه وراح للناس كلها. نزل فيلم بايخ اللي هو وايلد وايلد ويست كان سيء فيه. بعدين انمي اوف ذا ستيت لو انا فاكر كويس كان فيلم برضو اكشن بس على قولك ما كان دور تمثيل عظيم بس كان مثل اكشن وصل للعالم كله كان يبيع تيكتس كان الوحيد اللي بيعت هذا الفيلم بسبب من بلاك. اي بسبب من بلاك وبسبب انه عمل افلام كمان كثير اكشن كانت قويه. اي روبوت برضو الناس حبوه في اي روبوت. بعدين وصل لبرسوت اوف هابينس وصل وعلي في علي وبرسوت اوف هابينس في الفيلمين دول بالنسبه لي قدر يوصل لي انه هو ممثل فعلا ممثل شاطر بس يا اخي ما بديني افلام هذا التمثيل هذا بعدين بدا يختار افلام بعدها دخل في دوامه يعني واستمر على نفس هذاك النمط كوميدي يعني كان يسوي كوميدي جدي كوميدي جدي وكان يختارها بشكل جميل تهج معاه شويه زي واد واد بس بعدين صار كله نظام نهايه العالم والخسر يعني يبغى يشير اكشن هيرو. طب دوره في كينج ريتشارد لا ممتاز بس هل يستاهل اوسكار؟ لا مين كان في السنه انا بديت انساهم انا اصلا الاوسكار كامل نسيته من بعد الصراحه هو صراحه ما يستحق مين فاز انا شفت كينج ريتشارد بعد اوسكار سوايت وانا شفت كينج ريتشارد طيب يس اللي فيه ويل سميث يستاهل اللي مع البنتين اللي بتكلم عن سين ويليامز لا اوكي طيب اوسكار لا يا اخي ايام اوسكار انا لما اجي اقول اوسكار صحيح. يعني شيء دور تتذكر 10 سنوات قدام صحيح. هل بتتذكره هو ويل سميث 10 سنوات قدام انا ما اشوف سنه واحده وانا نسيت الدور حقه بتذكر افضل مشهد لا ما اتذكره طيب يعني نرجع مثلا نرجع. عندك دينزل واشنطن كان رائع في تريننج داي بس انه يفوز بالاوسكار هذيك ما يستحق لا بس كمقارنه الحين ويل سميث ودنزل واشنطن اللي كان يستحق بيوتفول مايند يا شيخ الله يرحمه لا والله يا شيخ الله يرحمه بيوتفول مايند عظيم على الاقل اعطى حلو الفيلم فيلم حلو صوره لشخص مريض نفسيا بتفاصيل تعابير وجه حركات جسد راسل كروف هذاك الفيلم انا اشوفه ما ابغى اقلل منه ابدا انه من افلامي المفضله بس انا تريننج داي حاجه طلعت من لا شيء فيلم بالكامل شيء يعني افلام القصص الحقيقيه مثلا بنشوف منها كثير ولا اضطرابات نفسيه مليانه بس ناخذ شرير بدور النرجسي اللي بالطريقه اللي ادانا هي كيف انه مجرد ضابط ترى بس الحي كله كان يتبعه تمام وتحس فعلا هو كان مالك ده المكان وانه يموت هذه الموتة في الاخير ترى كل المشاهد انا محفوره في دماغي بطريقه غير طبيعيه انا عشان كده ترى الفيلم له مكانه عندي لدرجه كنت حوصل والله لسلسله 10 من 10 انا عكسك يعني انا مثلا لو تقول لي راسل كرو لما بدا يكتب
أقدر أتذكر وجهه اليوم. والله لما كان سعيد في زواجه أقدر أتذكر كيف لما فات في الأخير مثلاً بالجائزة. أقدر أتذكر. هو فيلم قبل. أقدر أتذكر تعبيره جسده كيف كانت حنيته لما انكسروه كيف كان الشد لما كان فراود دوب ودخل الجامعة. كان تمثيله أنا بالنسبة لي ممكن أفضل شيء سواه. بس شفت الدبيت هذا اليوم ما صار موجود. الدبيت هذا القوي اللي قاعد يصير بالأفلام اليوم ما صار موجود. هذا هذا اللي خلاني أفقد الشغف حتى. شباب ترى سنتين بس يعني 2019 سنة سينمائية قوية. 2020 كان كورونا ما نقدر نحكم عليها. 2021 بس عادية. الحين 22 نهاية. لسه 2020 أفلام الأوسكار ما طلعت. متفقين وما طلعت الآن وما شفنا حاجة. فنكون قاسين بزيادة يعني ما زالت السينما موجودة. أي نطلع ممثلين ونخش على مخرجين وهنا. ودي آلن عشان ما حد يقول كردوت. زين كويس أنا جاهز. حقي أنا ما أظن من اللي تابعوا في أحد أصلاً يعرف أفلام ودي آلن. ودي آلن مشهور بشكل كبير من المخرج يعني لو تكتب توب 10 دايركترز في العالم بتلاقي لستات كثيرة. بس عندنا ولا عند الجانب. أنا أتكلم كلستة بشكل عام. ما أتكلم عن إيه. أتكلم عن عالم الأفلام بشكل عام. ودي آلن. يعني شوف ودي آلن مخرجين. لما تسمع الممثلين يتكلم على ودي ألم بيقول لك إنه صور لنا نيويورك اللي إحنا نعرفها صور لنا مدري مين اللي إحنا صور لنا هوليو صور لنا بيتكلم عن معاناتهم وبيتكلم على حاجة مرة محلية لأمريكا. تتكلم عن مخرجين عالميين لما تكتب في أي لستة في العالم توب دايركترز في العالم بتلاقيه موجود إلا ما له بصمة إلا ما له لستة في أوائل جوجل دائما بيطلع في كل لستة موجود. مين بيعمل الاستاد دي الأمريكان اللي بيتكلم عنهم في اللي محتواهم المحلي. ضرورة ماهر حتى أنا شفت ناس كثير في تويتر برضو تحبها ودي أنا. عارف مين؟ عارف مين؟ غالبا تلاقيهم يكتبوا سيناريو وعندهم محاولات كتابة السيناريو. لأنه ودي آلم من أكثر الناس هو اللي بيكتب أفلامه وهو اللي بيخرج أفلامه ودائما بيتكلم عن حوارات في أفلام ودي آلم حقيقية جدا. عشان كده الناس بتدافع عنه من هذا المنطلق. يعني ممكن بداية ما قلت لي السعوديين افتكرت لأنه أغلب الشباب اللي تابعهم الكتاب بيجيبوا أمثلة له كثير ويستحقها من دي الناحية. بس هو منتشر عندنا لأنه أفلامه محلية أكثر. طب ادينا مخرج زاك سنايدر بالله خليك تلقى انت كنت انا بيجيني كفه كل شيء واحد يربي احنا بكل سؤال واحد يربي طامه صبر تعال انت مستوعب اللي تتجاوب على واحد له جمهوريه ما طبيعيه يلا كويس انك قفلت القناه ما قفلها وقال على جنب وشغله يطول على جنب شوي انا احب بعض افلام واتشمان زاك سنايدر جاستس ليج هذه افلام رائعه صحيح. يعني بالراحه 8 وصاعد لكن اللون اللي هو يقدمه انا ما احبه في يعني بنت هو بطلتها بنت لابسه سكيرت شو اسمه فيلم بنت لابسه فيلم كذا بنت لابسه سكيرت تنوره قويه و... شنو زاك سنايدر كان نسيت اسمه الفيلم بس كان واحد من افلام هوت فوز لا مو هو بابل جام ما ادري ايش نسيت اسمه ما ادري والله اوكي طيب بس إيه بشكل عام اللون اللي قدمه ما احبه لما يعطيك مشاهد اكشن مشاهد الاكشن حقتها عظيمه لكن دراميا MDB عشان لو حاجه تذكرنا بحاجه لكن دراميا يعني دائما اشعر انه يعني عنده يعني نقص فانه يوصلني للشخصيات بشكل مستمر ابسطها 300 اي وعنده مثلا مساله انه يعني في هدد يا اخي تحتاج شخصيات لا بس 300 يعني شوف مشاهد الاكشن ممتازه مشاهد اللي بتحاول تبني بس مو ضروري انه كل فيلم يقعد عندك انا شخصيات صح لا بس لازم هذا الفيلم كان اخراجه كويس بس الفيلم كان زباله سكر بانش 2011 يمكن ما شفتوه لا ما شفتوه اي اوكي زاك سنايدر 2011 طب في السوبر هيروز يمكن عشان اكثر الدفاع اللي بيجي في السوبر هيروز بس اي ليش جاء السوبر هيروز الدفاع ولا كلامك ماهر هو طلع هنا 2011 اعطى انطباع للناس انه هي كان دو افلام سوبر هيروز مان اوف ستيل رائع يا الثيم هذا 2011 طلع الفيلم فعرف الناس على انه انا اقدر اسوي هذه المشاهد شوف مان اوف ستيل رائع جدا انا بالنسبه لي احلى فيلم لسوبرمان تمام ونفسي يرجع ما كنت وكنت منتظر مان اوف ستيل الثاني اقنعني بهنري كافيل لدرجه انه مره حبيته في دور سوبرمان انا من الناس اللي ماني شايف انه باتمان فيرسس سوبرمان يستحق اللي جمهوره يحبوه بالطريقه هذه احسهم مدينه اكبر من, من 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 حجمه انا من الناس هذه مع كل احترامي لهذه الناس بس في فريق انا من الفريق اللي شايف انه باتمان فيرسس سوبرمان ما اخذك من حبه لكن جاني جاستس ليج كل اللي بتقول عليه ضعف اداني قوه لانه كنت شايف جاستس ليج باسوا طريقه ممكنه وتعدل وشايفه بعدين بافضل طريقه ممكنه وهذا الفيلم اللي كان استثناء اصلا بالنسبه لي هذا اللي فرق يعني انت لما تقدم
فطيره جيده فطيره متوسطه متوسطه بتكون حلوه بعيونك على قولتهم، لان انت شفت شيء سيء. فهمت علي؟ لا بس ما كان متوسط، هم الناس كانوا يطالبون بنسخه زاك سنايدر لسبب. انا اقول لك الفيلم حلو، زاك سنايدر نسخته حلوه يعني. بس هل هو مثلا افضل الافلام السوبر هيرو اللي ممكن تشوفها؟ يس. لدرجه طالب فيه؟ يس. هذا النسخه النسخه باربع ساعات من افضل افلام السوبر هيروز اللي ممكن تطالب بيها. يعني شوف يس. انا اقول لك اتفق معه يعني. انا عني ما يعني يمكن ما احبك كمخرج، بس يس هو الفيلم اللي خلاني اتحمس اني ابغى اكمل. أبغى هذا الصياح اللي دائما اسمعه في تويتر. ايوه ابغى اكمل. انا ما انا يعني مثلا الحين لو اجي اليوم اقارن مارفل وانتاجاتها والنضج اللي وصلت له مع جستس ليج، نضج يا الله يرحم والديك. خلينا شفت شي هوك التفرع؟ لا 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 هذا شهاده فيس 4. لا لا هذا نضج بزياده. هذا فيس 4، هذا فيس 4. انت تتكلم الظاهر هو فيس 4 صح؟ أيوه. انا اتذكر انه فيس 4. ايوه فيس 4 طبيعي. انا اتكلم شوف من 2000 طبيعي 2008 من 2008 الى 2018 الى يمكن توصل الحين كم احنا في 2022. كثير افلام طالعه بنهج معين بشكل صحيح، لدرجه انه فيلم ايرون مان الاول انا اتذكره كان كويس، فيلم وينتر سولجر كان مره كويس، فيلم افنجرز الاول والثاني، ويمكن حتى اند جيم كان مره كويس. تتكلم كانش بسيطير، تتكلم خمس، تتكلم تقريبا 23 فيلم. اي بس اتكلم عن شيء يزيد عن 7 افلام تكون مره كويس. تمام ممتاز تمام. عنده ترسانه كبيره من الممثلين وكله. زاك سنايدر كان لحاله تخبط من وارنر براذرز، وقدر انه يطلع لنا فيلم كان ممكن يختصر فيها بدايات زي ايرون مان، زي شو اسمه ده اكوامان، بدايات وندر وومن مع انه لها فيلم مستقل، بدايات الروبوت ده تبعهم سايبورغ، بداية فلاش. كل الأشياء دي كان ممكن أتقبل إنه يبدأ فيلم بجمعهم بعدين كل فيلم مستقل بعد ما شفت الفيلم حقه. مع إنه صراحة لأنه محمود مهدي قالها في مرة من المرات، والنقطة هذه حلوة من محمود. يقول لك الفيلم ده جاء بعد ما طلعت محاولة سيئة أصلا. وبعد ما الكل طلع كل العيوب، زي كنا واحد جاء عنده اختبار وشاف الأجوبة كيف الغلط ورجع جاوب الأجوبة بعدين صح بعد ما شاف الغلط. هذا اللي أنا قاعد أقول لك إياه لما أقول لك أقدم لك فطيرة سيئة بعدين جبت لك الشيء الثاني. بس مو متوسط، جاب الشيء الثاني تعلم من السيء، حلت في عينك أكثر. أنا أقول لك شوف لا يعني أعتقد أن المشاهد الحين بيعتقد أني أنا ما جاز لي فيلم 4 ساعات ممتازة كبرب وتجهيز لكل شخصية، بس أنت ليش أعطيتني نطاق ضيق هذا الأربع ساعات هذه؟ ليه؟ خلاص خلاص. أنا كان بإمكاني أنا أسوي زاك سنايدر 1-2-3 وأطلع بنسخة محترمة. هذا الكلام أفتر، هذا بعد يعني خلاص الشيء قيد صار. بس كان في تحدي كبير صح كلام محمود، أنا قلت إني متفق معاه، بس التحدي اللي أنا وهذه النقطة اللي يمكن أختلف فيها مع محمود، إنه تقنعني أشوف فيلم أنا عارف قصته، عارف أهم الأحداث اللي موجودة فيه وأرجع أشوفه وأستمتع فيه، ترى هذه مرة صعبة. صح. ترى هذه مرة صعبة. الفيلم محروق علي أنا بادي وعارف 3/4 الطريق اللي ماشي فيه الفيلم أساساً كيف حيكون، إني أتفرج عليه وأنبسط فيه ترى مش سهل. بس ترى يعني اللي صار في تويتر يعني يقدر يحمسك ترى. أيوة. أنت تبغى تشوف بعد كل هالاشتاقات وشلون شركة منتجة بتسمع لهم فجأة. بس صار في اختلاف والله، صار في اختلاف رغم أن أنا عارف المحاور الرئيسية كان في زاك سنايدر. زاك سنايدر، ودخلنا في تفاصيل زاك سنايدر. مخرج. ما لك سوالف كثيرة، الكل اتفق عليه. يدور كريستوفر نولان. شوف يعني أنا ممكن أقول. أرمينا واحدة كذا. أنا هنا. قول كريستوفر عشان أقوم عليك أنا. بس شوف لو الناس وقفوا يتابعوك ترى. يقول لا تجيب زي هذه الأشخاص مرة ثانية الله يخليك ماهر. لا بس شوف هو ممثل يعني مخرج رائع. بس مؤخرا أشوف إنه مستواه مرة صعب. مين؟ قال كنت ترتينو. لا اله الا الله، جيبوا القهوه بسرعه. وين رايح؟ وين ارجع؟ طب خليني بس اشرح. اطالات 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 بس اطالات عشان ايش؟ نرجع للنقاش. طيب لا تعال تعال. ايش مؤخرا؟ ايش مؤخرا؟ مؤخرا ايوه. شوف انا اثق تماما ايوه انه المخرج قوته من قوه فريقه. اوكي طيب يعني شو اسمه المحرر الاشياء. طيب بعد ما احنا اضطرينا ناخذ بريك عشان نتصدم واضطريت اني انا اجيب قهوه صدمه لبناك عشان يعني صراحه الاخ هذا جاء متعبي قاعد شهور ما شغل الكاميرا، قال والله يا انا يا 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 الناس هذه كلها اليوتيوب يا تحبني يا تكرهني ما يا انا. قال احنا عشان نفتكر مره ثانيه السؤال، يمكن هو سمع السؤال بطريقه غلط فانا هعيد السؤال مره ثانيه عشان حطها في السؤال. خلنا نشوف. مخرج. على أي مخرج. مخرج الناس شايفاه إنه رهيب.
كل الناس وانت شايف انه ما يستاهل انه هو يعني عنده الشعبية. طيب اوكي خلنا نوضح انا بقول على اخر فيلمين فقط. ايش اخر فيلمين هي اصلا؟ وانس ابون ا تايم ان هوليوود. ايوه ايش الفيلم اللي قبله؟ هيتفول ايت. هيتفول ايت. لا يا صديقي. هيتفول ايت. لا يا صديقي. واللي قبله ايش؟ جانجو. وفي انجلوريس باستر. شكرا. طيب الحلقة جاهزة 10/10 انجلوريس باستر فيلم غريب والله جاهزة والله جاهزة مكتوبة اوريكم اياها. عندك مشكلة مع انجلوريس باستر؟ طيب ايش طيب المشكله اللي صارت مع كوينتين تارانتينو اخراجه ما في كلام لكن المخرج مسؤول عن جميع التفاصيل الفيلم تمام ما في كلام حلو فانت مهمتك الاخراجيه انت قاعد تسويها تمام لكن عندك مشكله صارت من اول ما المحرر حقك اللي كان يقصقص طيب مات كانت واحده معاه من اول فيلم تمام طيب الين هي توفت في جانجو يعني اشتغلت شوية يعني كان في انجلوريس باسترز موجود لا سوري في انجلوريس باسترز قبل انجلوريس باسترز توفت سوري أنا. تمام طيب ايش اللي صار هي كانت تقول له لا ما يمشي زي كذا اشرح ما عارف خليني اعطيك مثال إيه؟ مثلا بول فيكشن حلو بول فيكشن مشهد الرقص اللي بين جون ترافولتا و كان المشهد هذاك زيادة عليه ما يقارب ربع ساعة رقص قاعدين يرقص طيب هم بياخذون أفضل المشاهدين قالت له معلش هذه وظيفتي أنا خليني أسويها زي ما تبغى لا وما أدري إيش حتيجي حتمشي شوفوا زي ما أنا حسويه وشوف نسختك وبعدين نتفاهم طيب فكان في أحد يقول له لا يعني كنت ترتيني يبغى مشهد الرقص ربع ساعة أيوة لا كان يبغى زيادة ربع ساعة عن اللي شفناه يعني هو 4 دقائق و5 دقائق كان يبغى ثلث ساعة اوكي طيب فجأت كذا هذا ما اديني مثال سيء هذا ما وراه كواليس دون كير اديني الشيء السيء انا ايش اللي فرق جايك إيه فجاء هنا فهي جات وصارت تقصقص وتظبط وكذا فكانت تطلع افلام حلوه يعني طلع الفيلم مظبوط اخراج خرافي تسلسل رائع كل شيء ماشي حلو توفت ما بقول الله يرحمها بس صار ما في احد يقول له لا صار اللي جاء بعده سنطر بس ربع ساعة ثلث ساعة ألف اديني أمثلة يلا أعطيك مثلا Once Upon a Time هذا الفيلم أنا قاعد أتفرج في السينما كذا أقول يعني ليش هذا موجود ليش إيش استفدت أنا من هذا المشكلة يعني قصدك أيوة إيقاع في مشكلة أيوة لا أني أضاف شيء للفيلم لا أني أضاف لمتعتي لا أضاف ولا شيء إيه قصدك لفلفة اللي بالسيارة كانت مثلا ما أتذكر والله أنا شفته من زمان بس لما تكلمنا عنه في البودكاست تكلمت أنا بالتفصيل الفيلم في شيء خلى الناس تطلع من السينما تقول لك والله هذا فيلم كلب انه اخر كلب ولا ابو كلب ابن كلب ابن كلب يعني ممتاز والله حلو انت قلت لي كلب انا عارف كلب علقتنا انا اسف على التعبير بس عشان الجلسه كذا جايه مره طلعت لاش عاديه ايوه يعني عمري ما اقول شيء زي كذا في اليوتيوب يا عمي روح لا عليك عليك اليوم اصلا خلاص ما انت خربت العلاقه اصلا قعدت جاي هتجي على كلبي من كلب روح اليوتيوب نفسه ما حد يقول ارجع يلا روح لا بس مثلا الفيلم هذاك اخر ربع ساعه ولا ثلث ساعه التصاعد اسطوريه لدرجه ان الناس قال والله فيلم رهيب الناس يرجعوا يتفرجوا عليه مره ثانيه كيف وصلنا الى هذا المشهد قصدك ملل بعدين حاجه حلوه لا التسلسل المشاهد اللي بتاخذ اكثر من وقتها حتى بعض الحوارات اللي استفدت منها بس ولا شيء لا انت اضفت لجو الفيلم لا انت اضفت للشخصيه لا انت اضفت لمتعتي طبعا ايش قاعد اسوي انت ليش تبغاني اقعد غصبا عني 9 ساعات ما عندي مشكله بس خليني مستمتع ولا ابني لي شيء بس لا تخليني انه والله انت انا ما ابغى ادافع عن Once Upon a Time يعني عندي ردود بس ما ابغى اتابع Once Upon a Time انت قلت لي اكثر من فيلم افلامه الاخيره الثلاثه اليوم يمس اللي هو اخر ثلاثه قصدك هذا لأنه هذا أنت بتدي أمثلة باستر. إيش في أمثلة في إنجلوريس باستر في شيء غير مستعمل أنا بس بحاول أبغى تنورني إنجلوريس باستر أيوة اتفرجت عليه خلصته قلت والله فيلم لطيف بس هذا لطيف بس مو قوي يعني بس يعني ما عندك مشكلة معه يعني ما لا لطيف لا عنده مشكلة إنه لطيف ليش لطيف
كنت ترى يعني مفروض عظيم. ما لمسني، ما حرك فيني شيء، ما خلصت كنت اوف والله قاعد تفكر فيه اسبوع. لا خلصته اصلا ممكن بعد اسبوع. اقول لي دور كريستوف وولز والشخصيه كلها ما كانت شيء عظيم بالنسبه لك؟ ما في كلام، مشهد الافتتاحيه كان شيء عظيم، قاعد تتكلم عن الافتتاحيه في التاريخ، من افضل المشاهد الافتتاحيه لاي فيلم من كان. جميل. حلو. احلى شيء الفيلم التويست اللي صار مع، ما ابغى احرق على الناس اللي اصلا ما شاف الفيلم، يعني مشكله التويستات اللي صارت اكثر من تويست في النص، الثلاثه والثلاثه والحاجات هذه كلها اللي طلعت، ما فرق معاك في شيء؟ كجزئيات انه غير التاريخ وكيف انه هتلر في الاخير انقتل، كل افلامه التغيير تغفر من هو وان سبون تايم ان هوليود، وهذا هو اللي غير فيها التاريخ، اللي يجي فيه اللي يجيب فيها شيء ليه علاقه بالتاريخ بيغير فيه حتى لو كان هي في المين الأساسية اللي غير فيها التاريخ. إنجليريس باسترز وانس أبون أ تايم إن هوليوود، شارن ستوتي إنه خلاها متى، شارن هذه ما خلاها تموت، وهنا هتلر خلاها يموت. وقف، أرجع أشوف أفلام شو اسمه لما كان في البداية، شوف لما كانت حية، لا إيه لما كان، وكان هو فعلا كان كل شيء مسيطر، كان التيم حقه كذا ماسك أفلام، أرجع أشوفها وبعد على طول شغل واحد من أفلامه. لا عشان أجابك على طول، أنا أفضل فيلم لترنتينو عندي هو إنجليريس باسترز، فمهما ارجع اشوف انا الانمي ده اكثر انسان شفت له افلامه. اجل هذا اختلاف بالنسبه لي، عشان يمكن إن انا شخص احب التاريخ جدا، تمام، والحرب العالميه بالنسبه لي من كثر ما اقراها فشفت واحد غير في حاجات في مكنوناتها كانت شيء جميل بالنسبه لي. كريستوف وولز من افضل الشخصيات الشريره في عالم الافلام كلها، وحتى في جانجو بدع ابداع بالكلام. اصلا في جانجو انا بالنسبه لي يمكن احلى من بالضبط. ممكن يعني ليوناردو دي كابريو في جانجو كان يستاهل الأوسكار أكثر من كريستوفر وولتز في هذا الفيلم في جانجو كممثل مساعد، كممثل وداخل ترشح عليها مساعد برضه، مساعد برضه. طيب أنا ما لسه طيب ما يعني أنا خليني بس عشان أوضح، أنا ما أتفق معاك جملة وتفصيلا، بس بأخذ رأي الناس اللي هنا، هل تتفق معاه؟ لا أنا ما أتفق، كنت يعني كل واحد وذوقه. لا بس أنا بقول كوينتين تارانتينو من أفضل المخرجين ما في كلام. أوكي. بس تغير في أخذها مقارنة بنفسه وليس بأي أحد ثاني. أشوف أنه الآن ما هو بنفسه. مش أفضل أعمال. مقارنة مع نفسه. شوف قديش هو واصل مستوى خرافي أنه هو ما يتقارن إلا بنفسه. هذه لازم أوضحها. إيه لا بس إنجليريس باسترز مثلاً. إنجليريس باسترز بتقول أنا جاء بعده جانجو، جاء بعده كمان هيتفول إيت، واللي كانوا مختلفين جدا كثير. انا الفيلم الوحيد اللي ممكن امشيه انه نتكلم انه مو الكل حيفهمه واتكلم على حاجه في التاريخ الامريكي ولازم تكون ملم بتفاصيله هو وان سابونا تايم من هوليوود، فهذا اللي انا لما نتكلم لازم اكون حذر، اقل افلام ايوه لازم اكون حذر وانا بدافع عنه، زيه زي ديد بروف، تمام، برضو من الافلام اللي ما تعتبر حلو من افلام ترنتينو واللي غامر فيها شويه في موضوع معين، لكن باقي الافلام كلها بالنسبه لي مركز عالي جدا، ما فيهم هيتفول ايت لما شايف اكيد اقل من حقه بشكل كثير. هيتفول ايت كان ناقصه بس اديتنج، كان ناقصه فعلا انه يسقط، لكن كان فكره رهيبه وتمثيل رهيب والاحداث رهيبه، بس كان باقي يسقط، كان ناقصه كذا شعر. تيجي مثلا ايش اسمه هو جيمس براون، ايش اسمه الفيلم، جاكي براون جاكي براون لما رجعت شفته مؤخرا انصدمت، فيلم رهيب، فيلم حلو من جد كده، دخلني دوامة وثوابي كده، مع اني شفته قبل كده بس من زمان ما شفته، فعلا دخلني دوامة. دحين ما عاد احس انه كده صار يسوي فيه، طيب يعني ما، لكن لو تيجي تتكلم مثلا عن المخرجين فعلا اوفريتد، عندك مثلا جيمس كاميرون بالنسبة لي، جيمس كاميرون عندك لا انت مسكت ترنتينو، خلي البقيه يتكلم على البقيه، انت خلص لسه ما تكلم، انا اتكلم عن ودي الان بس اعطيك رايي قصير. باقي انت لو بنختار واحد ثاني بختار جيمس كاميرون يعني سوى شيء في افاتار وسوى شيء في تايتانيك، الباقي بس ما في حاجه الفرق بينهم كم الحين كم لنا ننتظر افاتار اللي كان عنده خطه انه يسويه. جيمس كاميرون عمره ما حط في اسماء، انت تتكلم عنه عمره ما حط في اسماء المخرجين، لوكاس مثلا، لوكاس اسمه حق ستار وورز اوكي، يعني هو فتح الباب في الساي فاي وسوى شيء خرافي، بس بعدين جورج لوكاس ترى ما هذا مو شيء بسيط، مو شيء بسيط بس عمل يعني عمل دم، يعني على قولهم دمغه في التاريخ، لولا وجود سلسله ستار وورز احنا ما كان وصلنا اللي احنا وصلنا له 100%. انا بالنسبه للمخرجين، انا بالنسبه للمخرجين اللي 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 هم اثنين عشان نكون واضحين، اخذين اكبر من حجمهم بكثير، مع انه قدموا انفينيتي وور واند جيم رائعين، اي فيلم ثاني
الى الان سوى اكثر من محاوله من أسوأ مسير الأسوأ جسمه جدا جدا ولا ما يمديك يعني افلام ما بمستوى اند جيم. فهم كانوا متكئين على الكوميكس وعلى كتابات الكوميكس الحلوه قدروا ينقوا صح. هذه اللي انا مشكلتي مع مارفل الان بينقوا مواضيع صحيحه صح. هذول اخذوا مواضيع صح وعملوا انفينيتي وار واند جيم من احلى ما يكون. بس هم نفسهم من غير الادوات هذه والشخصيات الكبيره الافلام اللي قدموها يعني من سيء لأسوأ. طب انا عندي سؤال شويه شاطح يمكن برا المحور بس يعني على الكلام هو اللي جاء في بالي. هل بالنسبه لك انك انت يو انفنت تطلع شيء معين تخترع شيء معين افضل بالنسبه لك من انك تمشي على تراك وتطلع خرافي؟ لا. على سبيل المثال ما تفرق ماد ماكس ما بين الاول وماد ماكس فيوري رايد على سبيل المثال مثلا ستار وورز ولو بجي مثلا الحين بقول دون يعني فهمت اللي انا قاعد اقصده. أيوة. الفكره مو بانه انا والله انا اول من اخترع السياره اوكي هذه بيظل مثلا لك للتاريخ بس وش صار بعدها ما بعد لا لا يعني هنا لما اتكلم عن مخرج ستار وورز انه وش طلعت وش نيكست جورج لوكس في النهايه جورج لوكس نفتكر مع بعض مره ثانيه جورج لوكس قبل ما يكون مخرج هو كرييتر هو اخترع هذا العالم هو كاتب تجبتها صح هو ككرييتر رائع كمخرج ايوه مو انا بقول لك امكانياته بسيطه جدا يعني معليش ستار وورز الاول انا افتكر اول ما شفته الاول مره قعدت اقول يا جماعه هذا اللي الامريكان مطلعينه وهو ايقونه من الايقونات بعدين لما قريت وعرفت الاثر اللي عمل على هوليود عرفت انه واحد لو فتى في السبعينات كان ما في اي فيلم تاني فجاه طلع له ستار وورز حيكون الله بس واحد الان بعد ما شاف كل الاشياء العوالم والسوبر هيروز ومدري اشوف التمثيل اشوف انه طفولي تمثيل طفولي حوارات طفولية اشياء طفولية فانا مستوعب بس هو ككرييتر انه خلق هذا العالم من من العدم يعتبر زي ستان لي يعني حاجة زي كده مو كمخرج كصانع صح رائع. طيب نخرج نجعل الافلام اللي لها جماهيرية هذه اسهل سؤال المفروض افلام لها جماهيرية بس انتو شايفين انه ما تستحق هذه الجماهيرية افلام خذ يلا انت زين خل عطنا انت اول مثلا نبدا ممكن عشان نفتح مخنا يعني لو نشوف حتى لو حط سؤال ثاني يمكن نفس السؤال ده بس لو طلعنا على ممكن نفتح كلنا اي ام دي بي ونشوف قائمه التوب 20 في اللي هو 200 افضل 250 فيلم نمسك اول 20 فيلم مين في فيلم في ال 20 دي ما يستاهل يكون موجود ايش تحط بداله يلا بسم الله هاي يلا هوم ورك فكوا الاي ام دي بي وكل عندي بسم الله الرحمن الرحيم ترى هذا بيصرفها عشان ما ارسل لنا المحاولة هيفضحوني الشباب يلا اول 20 فيلم طيب ايش في فيلم في ال 20 فيلم انت ما تشوفه يستاهل يكون جوية ال 20 فيلم والله صعب يعني الحين اجبارا نختار من توب 20 من ال 20 طلع واحد اجبارا يعني بس انت متفق انه ما في فيلم برا ال20 يستاهل يطلع فوق انا ما طيب اظن انا يعني تصريح 7 ساموراي ما تابعته اوكي الى الان يعني اللي ما تابعته لا تحكم عليه طيب ستار وورز ممكن هو اللي يطلع شفته يس شفته لانه هذا افضل جزء فيهم افضل جزء في سلسله ستار وورز كامله لا 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 انا ما انا ما فكرت امباير سترايكس باك لا 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 انا افكر في الافلام اللي موجوده انا فاهم طيب عزيز اختار ستار وورز ذا امباير سترايك باك ومحمد سويت فيت هالمره ايش تحط بداله يا عزيز ايش تحط بداله يا عزيز تحط بداله من تحت يعني مثلا سيفينج برايفت راين سيفينج برايفت راين اوكي تمام ممكن احط سايلنس اوف ذا لامز حتى جرين مايل جرين مايل ما راح احبه والله اول مره ادري ان انترستيلر وصل 27 نايس اوكي انت دائما تطلع باشياء غريبه ايش حاطلع شنجر ليست ولا حاطلع ايش اختيار مؤلم بالنسبه لي لانه مخرج المفضل بس ايش حتخرج عرفت مين فايت كلاب ايوه اما لا فايت كلاب رقم واحد ايوه طيب مين حيطلع والله شفته مؤخرا ومره ما عجبني حلو مين كنت مره طاير فيه لما شفته في التسعينات وان فلو اوفر سفن واو تخيل والله لما جيت شفته وتفاجأت انه مره ما عجبني واو يعني لما شفت التسعينات كنت طاير فيه واقول للناس هذا من افضل الافلام رجعت شفته قبل سنة ايش حد دخل بداله طيب؟ يلا دخل بداله شيء والله في اشياء رهيبة جرين مايل طبعا احنا قلنا ستار وورز ما يعني انا اشوف انه ما يستاهل صراحة والامانة دارك نايت اشوف ما يستاهل دارك نايت ما يستاهل؟ لا انه توب 20
لا لا توب 20 فول تايم. والله ان وجودك في الجلسه لا لا والله العظيم ان وجودك في الجلسه رائع. انا جاز دي مره بالعكس والله العظيم صرت واحد يرد المره غير انا ما هرد. انا عندي حوار كبير مع مع محمد مع وجيه على نفس السؤال في واحده من الحلقات برضو قال لي لحظه ليش ايش مشكلتك معه؟ لا توب 20 لا يعني توب 20 حتى مو 5 20 لا توب 20 والرقم 3 معلش يا الله يعني الله. يعني شوف من الليستة Pulp Fiction احسن منه Forrest Gump Flight Fight Club Fight Club احسن منه معلش انا بالنسبه لي Fight Club تنوت احسن طبعا برا العشرين. شوف الفيلم برا العشرين يستاهل. بقول لك انه هذول تحته احسن منه. يعني انتم دحين مقتنعين دارك نايت احسن من هذول اللي انا ذكرته؟ انا مقتنع ان دارك نايت في محله. صبوا له قهوه مره ثانيه يمكن انا مقتنع انا مقتنع. طب انت الحين خرجت طيب خلاص وقف لا تخرج احد الله خليك لا تخرج احد كفايه خرجته. انت جاوبت انت ما جاوبت ستار وورز قلت دخل بداله بالراحه يعني احنا مشينا بسؤالك على طول ترى نقدر ن... يعني ستار وورز حلو بس مو لا خلاص خلاص لا تخربون الليسته. الليسته كويسه يا عيال خلاص. والله انا عندي جانجو احسن من كثير من الاشياء الموجوده. لا بس ما بس والله بجد بجد دارك نايت دارك نايت ليش لا والله والله الحين بقعد كذا ما عندي مشكله مع دارك نايت. هو يقول ليش مركز مركز ثالث بس انت قاعد تتخيل انه انت قاعد تتكلم على 200 سنه من الافلام ايوه وقاعد تقول انه دارك نايت رقم 3 أيوة. هذا هذا رايي الشخصي تمام ايوه عارف ليه ليش لانه اعطالك حصيله ال 200 سنه دي بتكلم عنها في كثير من الامور في دارك نايت كانت حصيله الشيء هذا. ترى فيلم دارك نايت مو سوبر هيرو ابدا طيب. انا بالنسبه لي دارك نايت ابدا مو سوبر هيرو. بيتكلم على مواضيع كثيره بتصير معانا في حياتنا الحقيقيه سواء من موضوع العام واللي يعتبر كليشيه لا وتك الخير والشر سيبك منه موضوع الفوضى والنظام صح. موضوع انه ليش باتمان اوكي وجوكر لا كلهم المفروض انهم الاثنين المفروض انهم خارجين على العداله صح؟ باي حقيقه باتمان انت راضي عنه؟ هذا موضوع بحد ذاته موضوع فلسفي بحد ذاته اللي وصل للاخير انه باتمان قال انا اسيب لكم اللي فيه. ما حد بدا الفلسفه هذه الا دارك اللي دارك نايت هو اللي تكلم في هذا الموضوع بهذه الطريقه. من ناحيه ثانيه فيلم ده مو كريستيان بيل البطل جوكر جوكر وكمان اللي ادانا شخصيه دبل فيس هارفي هارفي عندنا اكثر من دور كان بالشخصيه شال اكثر من باتمان واعطاني فيها اكثر من مواضيع. فانا بالنسبه لي فيلم دارك نايت هو يستاهل ليه؟ لانه كمان في انتصار للفتره الحاليه اللي احنا فيها لانه الفيلم ده جاء في الالفيه صح؟ ما جاء تسعينات وثمانينات وسبعينات وستينات الكلام ده كله جاء من الالفيه الاخيره واقدر اقول من جيلنا من الفتره اللي احنا فيها وانتصر لذوقنا الفني بالمقارنه في كثير افلام في التوب تلاقيها فترة فترة ماضية يعني مثلا اديك فيلم انا يمكن الناس تكرهني دحين لو قلت الشيء ده بس يعني مو مشكله One Flew Over the Cuckoo's Nest اخذ 5 اوسكارات على 5 اكبر كاتيجوريز كلها في الافلام. فيلم جيد رهيب انا بالنسبه لي ما يخش ال 20. انا بالنسبه لي الفيلم ده لو 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 جينا دحين 10 سنين قدام الجيل اللي حيطلع كله اللي طالع ما حيفهم الفيلم ده ولا ولا حيشوفه من الافلام القويه كان حيشوف دارك نايت من الافلام القويه طيب. لأنه قدر إنه يلامسه ويخش معاه في مواضيع أكتر ومو لازم إني أكون مرة أرتستيك وفني بزيادة عشان أكون فيلم رائع لا مو لازم. ودارك نايت أثبت الشيء ده بأبسط قصة ممكنة بس عميقة بساطة بس بعمق عشان كده أنا أشوف إنه دارك نايت يستاهل. بس طبعاً شعر الجوكر كثير يعني الجوكر هو 50% من عظمة الفيلم والجوكر اللي ما عشان لحاله عشان الجوكر مع شيء النقيض في شيء اسمه الكونتراست ولا التباين التباين كان في هارفي وهارفي كان اللي جاهز في النص انت ما تعال يروح من هنا ولا هنا فهذه ترى الثيمات اللي موجودة الثيمة العام للفيلم عميق لأبعد درجة. وهنا الجمال تتفرج بنظرة واحد لسه ما طلع على الدنيا ما عاش في الحياة صغير في السن حيشوف الطاخ طيخ والمضروب والجوكر في مشهد التحقيق ينضرب ويقول رهيب. تشوف بنظرة واحد كبير في السن يقول لك والله باتمان خسر في النهاية وما شاف انه اصلا انتصر ولا شاف انه بالضبط فعندك عدة نظرات فمو كثير افلام تديني هذه النظرات كذا انا اضطريت اني ارد يعني لا بالعكس جميلة لانه يستاهل انه يكون يعني رقم ثلاثة طلعت الاول ما عندي زين لحظة متى شفتها حمار؟ ها؟ متى شفتها؟ شفته قبل في الحجر والله؟ يعني الحجر شفت الثلاثة كلهم مرة ثانية باتمان بيجينز قصدك؟ تمام. شوف على مثلا وقلتها كثير ما ابغى اطفش الناس بس حالي اذا ما شفتوا الحلقات دي اتكلم فيها انا دارك نايت لما يقولوا ثلاثيه دارك نايت انا ضد هذه المقوله هو دارك نايت
بس الباتمان دارك نايت رايزز ما يجي بمكانته ولا بيجنز ما يجي بمكانته ابدا ابدا. فما اقول ثلاثيه باتمان هو بس الثلاثيه حلوه حلوه بس ما اعليها كلها بنفس العظمه مو بنفس العظمه لا. يعني لو جينا مسكنا افلام باتمان بالذات مع فيلم ذا باتمان الاخير هيجي دارك نايت يمكن بعده هذا الفيلم ذا باتمان. يس صح يس. طيب نسحبكم لسؤال ثاني. يلا السؤالك اللي بعده اللي هي المسلسلات لها شعبيه بس هذا اظن لو اجوبه كثير حلوه حتكون. يلا لا كاسا دي بابيل. لا كاسا دي بابيل اظن متفقين. ليش ذا ووكينج ديد مؤخرا بعد ما تركته فتره طويله صار انه يا خلا صار عندي عكسيه جت عكسيه كنت احبه مره بعدين صار كذا بزياده بعدين صرت اشوف الجماهير تشبع له حتى هو خرب صار عندي شيء عكسي فهمت صار يعني لانه ما هو مبرر يعني هو كان حلو وكنت انا مع الناس نشوفه حلو بدينا معاه بدي يخرب بديت اطلع وانسحب زي اي مسلسل ثاني عرفت علي بعدين صرت اشوف لا صار فيه تشبيه مهما وصل مهما صار مهما خربت من قصه في ناس ينتمون له كذا فقط لمجرد الانتماء فصارت عقي صار كنا لهم ولا يا خلاح. انا احترم هذا الشيء بس انا عندي صارت رده فعل عكسيه ليش تشبع الشيء ما صار كويس بالضبط عشان بس عنده ارث قديم. انتوا كلكم متابعين ذا ووكينج ديد لمتى؟ لاخر اي انا موسم. متابع لاخر شيء لحد اخر شيء انا لين متفق مع كلامه نيجن صح؟ انا شوف انا متفق مع طريقه التعامل معاه كمنتج صح انه يعني يا اخي عادي جدا انك يعني تقول مشاكلك مع العمل مع ذلك انه تحب عادي مو مشكله بس لا تنكر لما واحد ينتقد العمل أيه. لا تنكر هالشيء وهذا ممكن انا الاختيار مثلا مشابه للاختيار اللي هو فايكنجز عامل الرابع وخلاص أيه. اوكي وصل الرابع ما بعده خلاص. انا اعطيته فرصه الخامس كامل انا ما قدرت انا بصراحه انا السادس ما قدرت اشوفه انا طبعا اتكلم عن نفسي أيه. انا حسيت ان الكاتب وايد يستغبيني يستغبيني كمشاهد مره لدرجة أن حسيت لا أنت تستغبيني أنا ما بكمل السادس أوكي كيفك يعني أنا بالأخير أنت ما احترفني كمشاهد واجد أشياء غبية بغى يتفلسف بغى يحط أشياء رمزية والله لا بغى يسوي جيم أوف ثرونز قال لك إنه ايه. عندك خطوط وخط قصة هنا وخط قصة هنا ومدري وما ضبطت مع فايكنجز أبدا فأنا بالنسبة لي يمكن فايكنجز التعامل معه يعني أنا كنت مثلا كتبت رأيي في الموسم الخامس قال لك تستحنك وقال لك ليش تستحنك لا في مشاكل لا مشاكل مليانة مشاكل مليانة بس عشان ايفر قاعد في نص الناس والناس تطلق عليه اسم وهو يصرخ وصرخ يا الله حتى تمثيله مو حلو ايش في حتى تمثيله مو حلو كله صراخ تمثيله كله صراخ يعني ما هو انه شيء انه اعطاني لا هو وصل الى الكمال في حلقة الحفرة حقت راجل ايوه مع النهاية مع النهاية في ذيك الحلقة لما كان هو وخصمه يتكلمون مع بعض وخصمه اعجب فيه ولكن ما يقدر يوقف نهايته يعني تخيل انا خصمي اللي انا بودي للتهلكه او النهايه او الاعدام انا معجب فيه بس ما اقدر اوقفه انا حبيت شخصيته بس ما اقدر اوقف الحكم صح طيب يعني حط ديسكليمر للحرق يعني ايوه 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 اي حيحرق حد يحرق ايش لا احنا حرقت انا حرقت ايه انت حرقت اصلا طيب شوف انا يعني لاحظت انه قليل المسلسلات اللي تقدر تشدني بعد الموسم الخامس مره قليله اغلبها للموسم الخامس خلاص يعني ووكينج ديد بديت الموسم السادس الين ما وقف وخلاص هي كانت وصل 11 الان ولا 12 ولا 11 هذا اخر شيء عندك مثلا ايش الثاني اللي ذكرت فايكنجز برضو صادق. الموسم الخامس اعتقد كان حتى اخره ما خلصته شيء زي كذا في ايش كان السؤال ايش المسلسلات ايش مسلسلات لا شعبيه انت ما تتفق مع شعبيتها هم الشباب الحين قالوا فايكنجز وقالوا ذا ووكينج ديد استمتعت في حديثكم نسيت ابحث يعني الحين انت معطينا المقدمه وانت مضيع السؤال في اشياء ما يحتاج في اشياء ما يحتاج نتكلم عنها زي لا كاسا دي بابيل واحنا عارفين ايش صار يعني اخذنا موسم لوبين الاشياء دي ضعيفه اصلا ما تحتاج ما هي حتى لو لها جماهيريه تجاريه ما هي جماهيريه نقديه فنيه بس خلاص افتكرت يو كيف المسلسل الكلتي بليجر قلت بليجر لا 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 مو بليجر الناس طايحين فيه يقول لك هذا من اعظم لا لا معليش لا 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 شوف هو مش اعظم بس يا اخي انا مستحي والله يعني شوف والله مره استمتع يا اخي هذا المسلسل هذا يتكلم بينه من نفسه وموسيقى وشفتها واقفه عند القطار واحد تسوي يا حيوان سيبها بحالها يقول يا اخي عارف يطلع كذا يطلع انت عارف انه ما هو بالجوده لا عادي عادي يعني حتى سبحان الله قبل اسبوع اظن كتبت في تويتر
لما اعلنوا على الموسم الرابع انه انا هذا اللي مهما يحلبوه انا عادي اسلم نفسي من غير ما اكون بعين نقديه. واظن هذه مشكلتنا. مشكله اللي يتابع بعين نقديه ما بيستمتع. لا انا انا وقفت اسوي هذا الشيء من زمان. انا ابغى استمتع واجد نفسي ماني قادر استمتع. اوكي انا ما انا بعطيك فرصه مش قادر. عرفت انا في ترى عنده فكره النظريه الموسم الخامس هذه ترى كبير تطبقها على كثير من كثير اعمال كذا صح. اي بتلاقي فعلا بعد الموسم الخامس في مشكله صح. ما ادري هل هو ارتباط الانسان مع العمل انت نفسك تبدا تصير دس اتاكت خلاص مو بس كذا. شوف هي تطور المسلسلات بشكل عام عاده يعني كل موسمين الى ثلاث مواسم عاده يحتاج شيء زي ما تقول تطور هوريزونتال مش بس انه فيرتيكال. لا هوريزونتال ان انت تحتاج التغيير اللي فعلا ممكن يساعد الحبكه انه اوكي انت الحين تثيرني من جديد وهنا اكثر مكان يجيبوا العيد. يا بالضبط انه يشطح وش يا تضبط يا مين طيب عدى خمسة وكان كويس بيتر كوسا سوبرانوس هاوس خبص في الاخير بس مش في الخامس. لا بس خبص يعني بس قفل على نوتة حلوة بس خبص. ديكستر ديكستر خبص. لا ديكستر خبص مرة بعد الرابع ما عاد ينشاف. لا لا ينشاف أنا كان مع ترينيتي أنا ما أدري والله أنا ينشاف. أنا الخامس كان كويس. السادس لا السابع الخامس والله كان أضعف واحد. جيم أوف ثرونز ينطبق بس بظروف ثانية والله. بظروف ثانية إحنا عارفين الظروف ينطبق بس بظروف. خلي الجلسة حلوة لا نخرب لا خرب الجلسة. هو باقي شيء طيب. لا بس شوف أنا بس ما كملت على يو أنا أعتقد والله أعلم وهذا يعني نظرية شخصية انه اغلب الناس اللي مره مستمتعين فيه متخرفنين مع الممثله. لا هذه مش موسم الاول واحد لا مو كل موسم ممثله. والله تغير اوكي كل موسم بس كل موسم واحده تقول زين عندي يعني فهمت هذه الحركه. لا بشوف لو لو بالله في الموسم الثالث بالله مو ظبطه هذا منهج المسلسل كذا هو. لا بس الموسم الثالث مو ظبطت دورات والله ما شفت انا ما شفت موسم واحد بس صبر يعني ترى ما في حد هنا عنده قلتي بليشر الا انت ترى. لا لا كلنا عندنا الوحيد اللي قاعد يتفرج شيء غريب. شوف انا مبسوط انه معايا محمد اليوم في الجلسه لانه محمد الوحيد اللي يتابع مسلسلات بشراهه يعني الوحيد معايا اللي اقدر اتكلم معاه. وهنا عشان كده حجاوب مره ثانيه جواب جاوبته بفضفضه مع الشباب المصريين الحلقه اللي فاتت برضو سالته نفس السؤال وقلت على المسلسل كله مطلع فيه مو مشهور انت حتقول الا مشهور. اوكي سانز اوف اناركي. سانز اوف اناركي انا ماني مستوعب ليش الشهره. هو مع الحظر نفس الشيء اشتهر نفس الشيء اول اربع مواسم اول ثلاثه تابعته وخلصت اول ثلاثه وفاكر نهايه الثالث وكان رائع نفس الشيء كان رائع. نفس المشكله ان المسلسلات هذه اللي تستمر ويبداوا يغيروا في القصه بشكل عمودي زي ما قال يكبروها اكبر مما تستحمل. انت بديت مجموعه بايكينجز كده وداو مدينه صغيره صارت ولايات فجاه ولايات ودخل لك اف بي اي بكثره وكذا. في واحد تعدى اكثر من خمس مواسم وكبر اللقمه حقته ونجح. مين اتوقع انك انت تحبه مره؟ برضو واكن باير. اوه لا اشوف اوكي لا برضه واكن باير كبر اللقمه حقته ودخلوا جماعات ودخلت مدن ودخلت تفاصيل وتعدل. لا خمس مواسم بالضبط. شوف برضه واكن باير اول اربع مواسم كان شغله ممتاز. شوف يعني ممكن برضه واكن باير ذكرني شوي بجيم اوف ثرونز لان ليش الموسم الخامس اصلا كانوا يبون اساس ان يلغونه فقاموا قالوا لا اعطونا بس ثمان حلقات خلنا نقفل القصص ما ادري شنو. لذلك اصلا صار من من الموسم الرابع للخامس صار في نقله زمنيه غريبه وحتى طيروا فيها شخصيات وفي اشياء صارت غريبه بس حاولوا انهم يقفلون القصه. فانا اتفق معك بس في الخامس بس عشان الظروف. انا 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 اصدق مو الخامس الموسم الثالث عشان في كم في مسلسل في دماغي لا اغلب المواسم ترى قليل اللي يطلع فوق خمسه اغلبهم يقفلوا خمسه عشان كده عندي الثالث هو دائما نقطة الفصل بتصير في الأمور. أوكي. سوتس بعد الرابع خرب. توقعت. تمام. How to get away with murder من بعد الثالث خرب. حتى بعد الثاني خرب. سانز أوف أناركي بعد الثالث خرب. فأنا عندي الثالث إنه قليل أصلاً اللي يمشي فوق خمسة. هم دائما خمسة ويقفلوا. والرهيب اللي قفل في ثلاثة ليفت أوفر. مين اللي عنده شجاعة في عز النجاح يوقف زي ليفت أوفر يعني قليل. وهذا يمكن اللي يخلينا حين نتردد إن نشوف أي مسلسل مثلا تشوفه يبدأ صح
يعني انا مرات اخليه لين يخلص ينجح ويقولون والله نجح. يعني شوف زي عزيز عنده حلقه مره حلوه زمان نزلتها تكلمت مشكله قال اظن انه انا مشكلتي مع المسلسلات شرح دي النقطه صح انه مسلسل يا اخي تستثمر فيه وقتك تتابع بالاسابيع وتستنى الموسم اللي بعده وتطنش اشياء عشانه في الاخير تلاقي الكاتب طفش ولا ميزانيه قلت ولا مدري ايه ويقفل لك هو اي تكفيل وحرام تحس انه وقتك كله ضاع. حتى المسلسلات يعني المسلسلات انت فعلا تنقهر بعد ما تخلص لانه انت تحس انك غشيت صح. الفيلم انا لو ادفع المبلغ حق قيمه التذكره واطلع انا ما احس بنفس الغضب اللي انا احسه يعني جزء من يومي انا اطلع اقدر اكمل يومي بس هذه سنين قاعد تتفرج على عمل اي فشلون وبعدين خاصه انه يكون معك ارتباط في الشخصيات يكون معك انت توجه وتوقع معين بيصير. طبعا اتوقع هذه اكبر وقع فيها كان في جيم اوف ثرونز مثل ما احنا حسينا بالغدره يعني بس شوف انا جيم اوف ثرونز اوكي يفرق بس اللي يفرق لسه جرح ما انا ما انا الان الان زاد بعد ما بديت كل شوي يدور انا اروح وارجع ترى ابغاكم تفهمون السالفه. طب الانمي يا عيال الانمي انمي له شعبيه وجماهيريه وانتو ما ديمون سلاير الى الحين انا شوف انا احب الانمي حلو يتفرج واتشبل بس صار شعبيه حقته مرعب في كل مكان انا لو اسوي افتح متجر هنا ديمون سلاير الناس بتصير زحمه عليه اوكي فانا ما انا ما اتوقع ديمون سلاير اخذ الـ اخذ الـ الـ الالتفات هذا الكبير سوى شونن صح سوى شونن شونن ما حد فلسف انا شونن أيوة. ما راح ادخل لك كذا لا انا شلون ويا اخي الرسوم والتحريك أيوة. اللي فيه مو طبيعيه الناس اللي جايين خاص انا لاحظت كثير من الناس اللي عاجبهم مره ترى ناس لسه طريين في الانمي مو شرط صغار يعني جديدين على الانمي اي مثلا وبالاضافه للناس اللي افتقدوا الشونن وقت الشونن يس الحين يعني صار في كثير امور داخل الشونن عشان يحاولوا يطعموها لانه جات فتره خلاص كانت كل المسلسلات نفس الشيء صح. لكن بداوا يطعموها لدرجه انه بدات تفقد نكهه الشونن شوي فلما اتكلم مع ناس كثير ويقولوا ايش الاشياء اللي عجبتهم بيسك شونن انت بتتفق معاه نفس الشيء انه ديمون سلاير اخذ جماهيريه اكثر من يستحق انا 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 ما شفت الموسم الثاني يعني انا سمعت الموسم يعني الاول مره الحين طلعوا مع بعض الحين اعتقد انهم كانهم جيل جديد انا اسميها كذا كانهم جيل جديد ديمون سلاير وجوجوتسو كايزن أيه، طلعوا اثنينهم انا اميري لكفه جوجوتسو القصه حقتها بتفاصيلها انا جذبني موضوع تقدر تختصر لي قصه جوجوتسو كايزن الموسم الاول يلا اختصر بيتكلم على ايه بدأ المسلسل وخلص اصابيع وما اصابيع وراحوا ايش الهرجه انا فين انا بالعكس الشخصيات اللي موجوده عندك كانت كويسه مثير اهتمام مره ايوه التحريك انت جيت انت جبت طاري اسمها نظاره البنت ابو مدرقه الله مره عجبتني بس كقصه كختمه ديمون سلاير قصة واضحة أوضح وارتبط فيها لا أنا شفت الشخصية اللي معاه نسيت اسم الشخصية انت وين وصلت اتذكرت كركشي يا اخي في سارقة صدر انت في ديمون سلاير سرقه سرقه لا مو انا سرقه ربط حقه العين وعنده اثنين وهم ينافسوا بعض زي طيب نفس الشيء ساسكي موجوده في بليتش طيب بليتش موجوده في بليتش الوحيد مختلف عنهم لا يا شيخ والله عارفه موجوده في مين ايه عشان يحب يموت في بليتش انا احب بليتش بعد لا ننكر لا لا بس انا يعني انا لو شحده انا حجاوب على انمي له جماهيريه انا اشوف جماهيريته اشكك فيها اكاديمي نو هيرو أوكي. يعني موسم الاول والثاني بس بعد كده خلاص يعني ما نعرف كيف ماشي ما ادري وين وصل حسب من كثر ما انت ديمون سلاير وين وصلت فيه هل شفت الثاني الاول حقه كامل ما شفت الثاني الثاني بغير رايك انا اقول لك اياها يعني أوكي. يعني لان عاده خلينا نقول الشخصيات هذه يمكن في الموسم الاول ما واجهت صراعات صدق الموسم الثاني يعني من اول حلقه لين اخر حلقه يعني اتكلم عن الاركات المختلفه دائماً في صراحة. طيب أنا بحكم على الموسم أول زين ايه؟ وتذكرت شيء أنا سويت عنه حلقات أسبوعية ايه؟ فيلن ساقة. لا فيلن ساقة حالة ما قارب ومع ذلك ديمون سلاير أشهر من فيلن ساقة. إيه ولكن أنا أحس. لا شوف. جرحوني شخصياً. لأن فيلن ساقة قصته شوي جادة أكثر من ديمون سلاير. أيوة يعني. تحسه أكثر ما هو شو. أنا أتكلم كشعبية لعمل يستحق. إيه شعبية عندي من سلاير. شيء يستاهل إنكم تشوفونه تابعوه. فعندنا. يعني مو شافوه ما أعجبهم. احس انه ما شافوه اصلا عندنا على الطاوله الان ديمون سلاير عندنا اكاديمي نو هيرو شويه عندنا جوجوتسو كايزن تمام مين ديث نوت ناوي يجلطنا اليوم والله ناوي يجلطنا هو كده قاعد دخلت على قناته ولا شنو لا والله انت معطيه 10 برضه لا لا ماني معطيه 10 بس ديث نوت بالنسبه لي اعطى انا الى الان لما اجي اقارن افضل الشخصيات الشريره في كل الطرق سواء انمي ولا مسلسلات ولا غيره كيرا لا يتيقن اترك هذا انا اذا قال لي واحد ابغى ادخل عالم الانمي ديث نوت ديث نوت الين ما تاكل ديث نوت ديث نوت من اعظم الفيلنز
من أعظم الكاونتر فيلن والقصص من أعظم الكل شيء. طيب عندك إلين حلقة كم؟ ما تقل 17 إلين ما قل ودع أقول أحرق كم؟ لا خلاص إحنا لا إحنا ما أدري أنا يعني اللي شايفه كل أنا أعرف إنه هو يعني يكون حريص على الحرق عادة بس شايفه لا عشان ممكن أنا جلطه ما أدري دخلت لي خربت لي فيوزي. لا فعلا بعد ما تغير الكاونتر فيلن المسلسل ساذج بطريقة سخيفة يعني بس يعني لا يعني بس شوف أول 16 حلقة أو أول 18 حلقة لا والله مو لين ما ماتل لين ما صاروا يشتغلوا مع بعض لما بدأوا يشتغلوا مع بعض مستوى المسلسل نزل مان لما كان في الهليكوبتر رجع مرة ثانية رجعته الذاكرة مال التويست الرهيب ابن الذين يقولك بعد ما اشتغلوا مع بعض ايش يسوي فيه هذا الحين ماهر حبيبي انت كل ما اقول حاجة تعطيني الهايلايت طيب لين ما وصلنا الهايلايت مو معقول اقعد انا 5 حلقات بيض عشان اوصل ما يبيض انت قاعد تسأل نفسك ايش حيصير وهل هو بيمثل ولا فعلا هو ناسي الاشياء وعلى ما فهمنا القوانين اللي ماشى قوانين مكتوبة صح قوانين مكتوبة انا مش شارك معكم بس ناسي التفاصيل صراحة خلدوني شفته قريب عشان كذا انا رجعت شفته برضه في ايام الحجر نفس المشكلة اللي صارت لي اول مرة شفته انه فعلا لما بدأوا يشتغلوا مع بعض قل حماسي مو هذا أقل حماس يعني صار فيه كذا الفار والبس كذا صار بطريقة يعني شوية أقل حماس وبعدين الأحداث بدأت بس هذا هنا خلينا نكمل كلام بس الأحداث بدأت إيش تدعس وشدك وجاء مكسر الهليكوبتر وهذا كل شيء بعدين راح الشخصية هذه وجات الشخصيتين الثانية من هناك أنا أشوفه صار أنمي عادي تماما صار أنمي عادي قارنه مع نفسه يعني بدايته ونهايته ما هو نفسه مره قل مستواه في النص فانا هذا اللي يخليني ما انصح الناس يبداوا بديث نوت ليش لانه ابغاهم يبداوا بعمل كذا انه والله تبدا طيب مش طب يبدا بايش يلا هاي يبدا بايش شوف دقيقه لا لحظه انت جاي حاطني في الامر الواقع وانا لي فتره ما بتفرج على ولا شيء فلازم ارجع اشوف لا 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 يعني بس على اللي شفته زمان ايش الشيء اللي انا لازم ارجع كذا واحد يخش انا من الاول يوم يخش ايش لا يعني لازم ارجع اشوف ايش الاعمال اللي انا حاططها انه في الخطه الزمنيه عشان الشخص يدخل في الانمي طيب انا اشوف انه ديث نوت صح ممكن النهايه ما ختمت بافضل طريقه بس انا اراها انا بطلت الحين اقول انه شوف صرت اقول اتاك اون تايتن شوف ديث نوت بس ما خلص ديث نوت ينفع لمين للناس اللي مستسخفين الانمي الشخص اللي مستسخف الانمي شوف واحد كل اللي ما يعرف انمي مستسخفين لا غير والله لو هو كرتون اقول لك غير صحيح افرش كرتون هذا اللي بيهين انت عشان تتكلم عن ناس في جيلك جيلي فعلا جيلي تربى ان الانمي اسمه كرتون ما اسمه ايوه لا انا بتكلم انه احنا دحين انت في منصتك اكبر مني ترى ده بينه وبينه 4 شهور لا اكبر مني ترى 4 شهور 4 شهور ترى نسوي لي فيها انه ايش انه جيلين مختلفة لا بس انت دحين واحنا في وقت من الاوقات منصتنا كانت توصلنا الناس مو بس اللي في جيلنا مو ناس اللي تعرفهم تجلس معاهم فطريقة نظرتك اللي ايش تقترح للناس يختلف انت قاعد تقترح لواحد والله اصلا هو شايف انه هذا شيء فيلم كرتون سخيف من وقته اقول لك ديث نوت هذا حيكسر له كل المقاييس جميل لكن تبغى واحد انه يشوف الانمي ويبغى اللي بعده واللي بعده واللي بعده قد يمشي وقد ما يمشي طيب. لكن خليني اقول حاجه بس غالبا ليش حيمشي اللي بيدخل في الانمي ولا اكثر كلامك ما يبغى اللي بعده واللي بعده هو يبغى يتعرف على العالم هذا يبغى يشوف ايش الهبه اللي مسوينها انت تبغى يستمر انت بتحاول تقنع انه الانمي يستحق انك تستثمر فيه لكن برضو نقطه عشان برضو نكون عادلين عشان اشخاص عاده ما عندهم ستاندرد في الانمي فديث نوت ينفع كاول ممكن نقفل على كده طيب فيلم كنتوا ما تحبوه في وقت من الاوقات والان النظره اختلفت صدقني الجلسه دي 6 ساعات الناس حتى فيلم شفته زمان شفته لأي سبب من الأسباب كان عندك نظرة واختلفت طيب حلو كنت شايفه سيء كان شفته لا كنت شايفه سيء وصار رهيب أو صار رهيب أو كنت شايفه رهيب وصار سيء جودزيلا القديم جودزيلا القديم أي واحد 1997 أوكي شفته وأنا صغير ترمينيتر 2 إيش هو تغيرت نظرتي فيه إيش كان حاجة عظيمة بالنسبة لي لا تمس أوكي جودزيلا ما قدرت اكمله جودزيلا ما ادري لا استوعب لا شوف في سبحان الله في تجارب في الانسان مع مراحل عمره وتوقف معاه وتصير كذا كانها ذاكره انا اتذكر جودزيلا
يوم تفرجت عليه أتذكر مشهد هو مدي كانت معاه سكين بيحاول يفتح تاكسي ودينا صور وراء. المشهد كان غريب بس أنا كنت صغير في العمر فأنا في قمة الرعب اللي يلا 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 عشان هذا واحد من المشاهد العظيمة. كان في مشهد التاكسي يطلع من الفم حقه يعني يدعس بعد ما أكل لهم دعس كده طلع من أسنانه فهمت انحاش يعني. مشهد الحين أقول لك ياكلي شيء وأنا قاعد أشرح يعني لو ما تتذكر بس شوف شلون أنا أتذكره رغم إني ما شفته مرتين. شوف الأفلام بس إني ما أقدر أكمل أتغير علي صار لي أسوأ طبعا. طيب يمكن عشان أخلي الإجابة تكون أبغاها أسخن شوية. أفلام يعني ما تعتبر أفلام طفولية وأفلام عائلية اللي كلنا إحنا صغار طبعا شفنا الأفلام كلها وكنا نشوف عنها رهيبة يعني إنه في الأخير هذه نظرة الطفل. ممكن أجيكم بعدين على أفلام خصيصا شفتها وأنت طفل وكانت تعجبك مرة ولما كبرت تغيرت. بس لا أفلام عرضت وأنت كبير بس عرضت من قبل 10 سنين أو 7 سنين وتأثر وجاتك فرصة تشوفها مرة ثانية وتغيرت نظرتك. يا وقت الهايب كان الله الفيلم رهيب وبعدين صار لا يا العكس. أنا أديكم إجابة بسيطة وقيسوا عليها. أنا أفاتار حضرته في السينما وكانت أول تجربة لي 3D شفته في السينما ومتجارب وكان ما عندنا سينما في السعودية كنت موجود في ألمانيا أظن في فرنسا وخرجت أحكي أفاتار يا جماعة لازم الكل يشوفه. كنت كبير في السن سنة 2008 كنت مخرج من الجامعة وكنت أشتغل يعني كنت بكامل قواي العقلية شفت أفاتار قريب ما قدرت إيش هذا لا سخف بطريقة ما هي طبيعية. اسمح لي أفاتار شفته في السينما وطرت فيه كل الناس لازم تشوفه. أيوة لما نزل بلوراي شفته في أيوة. بيت ما أيوة. قدرت أكمل بالضبط نفس الوضع بينهم شهرين. هل تجربة 3D هي بفريق بينهم شهرين هل تجربة 3D والسينما هي اللي خلت بالله شيء جديد وقتها. لا شوف أنا الحين أوكي أنا بالنسبة لي تجربة ريفيرس بالضبط. أنا شفته بالبيت يعني بالقوة خلصته لما رجع الحين لأنه سوى له ري ريليس. إيش هو؟ هو رجعوا للسينما ومحسن وما ادري شو طلعت منبهر فيلم سينما. اي بالضبط قلت انه هذا فيلم سينما بالضبط. يعني لو انشاف بالبيت بيظلمه واقول لك يعني القصه بسيطه اصلا القصه مره بسيطه جدا ما بسيطة. يعني ما تستحمل ساعتين ونص وحتى يعني ساعتين ونص حقتها عشان شرح عالم المغامره اللي موجود في الجزء الاول. بس لو تسوي الجزء الثاني بنفس الطريقه انا بكون زعلان منك مره يا جيمس كاميرون. انت خلاص انت اول مره تسوي انترودكشن لهذا المكان العالم كامل طريقة انتقال الشخص المشلول هذا إلى العالم هذا. إيه. فكذا أنا أقول لك أوكي بتعرف على العالم. بضيف نقطة بسيطة. الحين أنا ما أدري إذا هذا الشيء نشروه في السوشيال ميديا ولا لا. الأول ما خلص الفيلم حق هذا الري ريليس ورانا مشهد من الفيلم الثاني. اللي قاعد أشوفه أن هي عبارة عن بهرجة تقنية. بهرجة تقنية برضو. هل بنشوف شيء مشابه؟ قصة بسيطة بس بهرجة تقنية لأن اللي شفته أنا مبهر فعلاً يعني من شيء تقني إضافي يعني إن لقطات من الماي وما أدري شنو وهم يسبحون وما في يعني حتى ما في قصة في اللي شفته. أيوة بس بعد أيوة. قاعد أقول يعني. هل اللي بشوفه بس تقنية وتصوير وألوان ولا هذا أصلاً الحين. طيب أحد عنده إجابة ثانية والله العكس أو العكس فيلم كنت تشوفه سيء وصار يعجبك قلت قبل شوية سبن كان يعجبك وصار سيء سبن كنت طاير فيه وأنا بالنسبة لي ديفيد فينشر أفضل مخرج. طب شو نتغير يعني إحنا أفاتار يمكن عشان انبهرنا بالثريدي والسينما فالسبب يمكن واضح نفسه ذا ماتريكس. أنا نفس الشيء ماتريكس إيش كان ماتريكس كان فيه إبهار في أول نظرة وفلسفة الحين بقت الفلسفة وراح الإبهار. الأول أنا أختلف عن الثاني والثالث أتفق معك yes. ماتريكس أنت صرت زيك الحين يشلوني الشباب انا شد عضلي بظهره ما ادري ليش شباب يشلوني يا عيال ماتريكس كان ماتريكس يا جماعه دال كميه الفلسفه اللي فيها ما ادري ايوه طيب انا قلتها هو اللي بدا هو اللي فتح الباب قدام الاكشن اللي فيه التصوير البطيء اللي كان غير السينما كلها غير السينما بس هذا بس يعني شوف هذه ممكن تشوفها زي منظور السينما الان مشاهد حلوه مشاهد حلوه الان احنا قاعد نتكلم عن الاول ولا الثلاثين الاول شوف انا الأول إلى الآن 99 نزل صح؟ أنا بقول لك الأول ما زلت أشوفه رائع لكن من وجهة نظر عارف إيش حاسس إنه هو زي ستار وورز إنه هو فتح المجال بس ما لا 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 ستار وورز لا هو بنا هو شايفني من أول الحلقة قام الشبك أنا خليتها بضربات ومشيت الفرق بين أديكم الفرق ستار وورز من أشوفه أقول إيش هذا
ناس لابسه لبس عرايس، لابسه كانه لما تروح سوق الخيمه وتلاقي واحد لابس ميكي ماوس حتى ميكي ماوس لابسين الجلد والبالطو للمبلين بس مع بس والله العظيم والله العظيم لا معليش مشاهد والله ما بقول الى اليوم مو بقول اليوم ابدا ما هو الله يحكمه. شوفوا ماتريكس الان والله حيجيك في بالك انه التصوير دوبه صاير والله افضل من السي جي اي المعدوم اللي بنشوفه في افلام مارفل اليومين هذه، افضل من الجزء الرابع كب كبر والله جابها اختصرها طيب انا شفت الرابع بس لا انا شفت انا رابع. شفت الريماستر في السينما مره ثانيه ماتريكس ايوه با. والله اني اتوقعت انه بس حدخل عشان الذكريات الجميله فيلم رائع فيلم رائع طلعت فيلم في اشياء كذا يعني بان في مشهد الى الان فيلم في مشهد الى الان يعني انا يعني امشي له هي ومشي له هي بكيفي وامشي له هي اذا إيه. فيلم ثاني كان عملت عليها نقطه وكيف تصير لما مورفيوس مسوك محطوط الكلفشات وراه إيه. وسبحان الله لما جاء الهليكوبتر في نفس اللحظه وقطع هذا يا الله سبحان الله مشي طيب خليني اقول على شيء انا اعجبني ويهاجموني الجميع فيه انما يعني كلهم شافوا حلو بليد رانر الجديد الكل شاف ان الفيلم هذا سخيف دخلت مع 5 من اصحابي 4 قالوا الفيلم انا غير نظرتي محمد فريد انا طلعت منه منبهر انا كنت مع من الناس هذولك وانا عندي حلقه في القناه موجوده وبين بديت 6 و6.5 وقلت انه ملل وكان ده 2017 يعني 6 سنين تقريبا او حاجه زي كذا بس قعدت مع محمد فريد وكانت حلقه من افضل وقال لي على كم نقطه خلاني ارجع البدايه اني شفت فيلم دون مره ثانيه ورجعت شفته مرة ثانية من الأفلام اللي تغيرت نظرتي في خلال 5 سنوات بس. حلو. يعني وتفرق ترى النظرات تختلف يمكن وقتها. عرفت. يمكن وقتها وقتها كنت شايف شيء أو متوقع شيء ثاني بس لما رجعت شفته فيلم مرة ثانية مش 6.5 بس مش 10. بس يعني بس عادي 7.5 بس عادي 8 بالنسبة لي. أيوه طيب مين في أحد في أحد طيب يعني جاوبنا كلنا. كراش مثلاً اللي في 2004 نزل. كراش ما يستحق الأوسكار أصلاً. أنا لما شفته في السينما كنت مرة كان مرة عادي. بس شفته مؤخراً. لا لا فيلم أصلاً سيء. في عندك ويدين كراشز. ويدين كراشز السينما لما شفته في وقت 2003 2004 مت ضحك دمعت. شفته قبل سنتين كي استخاف. أديكم فيلم قوي أنا ما كنت أحبه. وصرت تحبه ذا بيج لوباوسكي. أوف وصرت الآن أشبح وهو بالنسبة لي أفضل ثلاثية. أوه أوكي. أنا شفته أيام الجامعة. يعني في الجامعة ترى الجامعة ما كان في عندنا الإنترنت زي اليوم والكلام والأوسكار نسمع الخبر بعد الأوسكار ما فازوا بشهور نعرف مين فاز ومين عرف رحت استأجر فيلم من استوديو الفيديو الذهبي عندكم في الخبر تمام أو في الدمام وهذا الفيلم أخذ أوسكارات وأنا لسه أدوبة كفى مش يعني أوسكار أصلاً وكده وأخذ الفيلم وتفرج في البيت 3 ساعات شباب بس يمشوا وطول ما ماشيين في رحلة وما خلصت الرحله ولسه جزء لورد اوف ذا رينجز يا ساتر لانه شفت الاول وما كان في الثاني والثالث بعده وما اعرف القصه ولا اعرف انه وراه كاتب كبير ولا اعرف شيء بس اعرف انه ده الفيلم حطم ارقام قياسيه في الاوسكار وما كان في جزء ثاني وثالث اني نختم القصه كلها صح اخذت نظره سيئه عنه لدرجه اني ما شفت لا الثاني ولا الثالث الين عام 2013 2014 اوف ايوه يعني من 10 سنين جاتني فرصه وشفت الثلاثه ورا بعض اللي قاعد تقول والله انك ما تفهم وكيف الاول الاول رهيب كيف ما عجبك الفيلم سبحان الله الواحد يكبر ويعرف اهميه بناء القصه وبناء العالم مش يعني عالم وايش 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 فلورد اوف ذا رينجز اليوم بالنسبه لي هو افضل ثلاثيه ما في ثلاثيه تضاهى مع لورد اوف ذا رينجز خليني انا برجع على شيء قلته قبل شوي أيوة. انت قلت واحنا نتكلم انه احنا صرنا ننظر بنظره ناقد ممكن عشان كذا يعني بنظره في تفاصيل يعني. انا اعتقد لا انا اعتقد انه احنا اتدلعنا او تربينا على مقاييس قاعده ترتفع سنويا فوصلت المقاييس حقتنا هنا اوكي بعدين دحين اللي قاعد يصير انه صار في فوج من الاعمال بتنزل يوميا صح. طيب صح. اغلبها الستاندرد حقها هنا صح اذا ما كان صار الوضع صعب بالنسبه لي انا هذا الشيء صح الشيء الثاني انه الناس وخاصه اللي دوبهم داخلين على هذا على هذا النوع من الترفيه هذا الستاندرد حقه فانت لما تيجي تقول انه هذا صح. والله 2/10 يقول لك انت مجنون عشان كده دائما اقول لازم مره في السنه تجهز وكده ترجع لافلام قديمه 90s 80s 70s تعمل اعاده وزنيه
للمقاييس تبعك الفنية. لأنه لما تقعد فترة بس تشوف الأفلام الجديدة أول بأول خلاص، لو جاء واحد اتحسن بشكل بسيط تشوف إنه واو رهيب، بس لو أنت بتعيد الوزنية أول بأول لا، النظرة بتكون أفضل. طيب نخش على السؤال اللي بعده. ها موضوع الطفولة، فيلم في الطفولة كان يعجبك ولما كبرت الآن سواء عجبك أو ما عجبك؟ أنت قلت ما عجبك. طيب في فيلم كان يعجبك ولما كبرت ما زال يعجبك؟ تايتانيك. اختي علي والله تايتانيك لازم احب الاول لسه والله لازم. مرتك بتتفرج دحين بالساعة يفكر بال ما انا دخل يا اخي فيلم حلو يا اخي من يوم اني شفت صغير للان. فيلم في الطفولة وسواء لسه يعجبك او لا، يعني ما تدري ليش لا اظن انه ما يعجبك عادي لانه افلام الطفولة، بس لا فيلم كان يعجبك الطفولة ولما كبرت الان برضو ما زال يعجبك. انا ما ادري اذا كنت طفل صراحه بس بايرتس يعني كسلسله بايرتس الكاريبيان يعني اللي انا ما كنت طفل كنت طحش كنت الجامعه بس انا يعني اللي مهما يعني خاصه الاول والثاني مهما تعيدهم اتاك واللورد اوف ذا رينجز انا بالنسبه لي كنت صغير اوكي صح واتفرج وجاهز لي والى اليوم اتفرج وجاهز لي لدرجه اني اتفرج على المسلسل ابغى ذاك الحنين اللي انا كنت سمت رشاشين جايبين اساطير انت الاساطير هذه احنا كنا بزران نتفرج على الاساطير انا كان يوصلنا لكذا طيب بلاش تذكر عارف الفيلم لا مس 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 لا انا كان عجبني قبل الى اليوم انا شفته السنه ما عجبني بس ما قد شفته ما عجبني اول ما نزل ولا عجبني لا كان لطيف الفيلم اللي كان يعجبني كان من اول الافلام اللي قدم سالفه الثنائي اللي بينهم مشاكل وبنفس الوقت بينهم رومانس ويطقون يرجعون يتصالحون في الفيلم في وسط اكشن يمكن عشان ساب جينيفر انستون وقتها وانا ولا ادري مين جينيفر اتابع انا وقتها مراهق ايوه فريندز وكذا يعني بي سي 4 دوبها بدايتها وكانت تجي الاخبار والشائعات ما عندنا تويتر فكانت هذه الاشياء صار كل الحياه عندك معرفه تراكميه انا ما ادري مين جينيفر انستون صح صح انا تفرجت على الفيلم لا انا الفيلم اللي شفته وانا طفل وما زال الان شفته يمكن الحنين وما زال بالنسبه لي حلو اندبندنس داي الاول نزل في 95 أو 96 وكان عمري 10 سنين يعني 11 سنة ومن ديك الأوقات إلى الآن أنا بالنسبة لي الفيلم جميل أنا مرة يعجبني أنا جونيز نزل يا قبل ما تولد يا نفس السنة اللي تولد بس شفته أنت صغير إيوه بس شفته يعني كان هو الفيلم اللي ينحط لما ما في شيء يتفرج عليه تعرف ما كان عندنا صح أكثريته نخليه تعالي كده لكن فلما جيت قبل سنة تفرجته مع ولدي طيب وتفاجأت انه الفيلم والله حلو في لا هو حلو قونس حلو انا على سيره انه ما كان عندنا اشياء هذه سبق قلتها فضفضه مع براء ومحمود بس شاهد نعيدها هنا مره ثانيه ترى لما كنا صغار لانه ما كان عندنا الوفره كنا نعيد مشاهده الفيلم عشرات المرات والله ما ابالغ عشرات المرات فهذا غصب عننا ربى عندنا العين اللي تركز في الفريمات انه بتشوفها اكثر من مره ترى يتلفتين علينا على اساس انه ما مرينا لاحظ انت ترى مرينا فيها مرينا فيها كنا نعيد شريط الفيديو بس انتم في اتش اس الظاهر الكبير الصغير بيتا ماكس بيتا ماكس الصغير في اتش اس الكبير طيب بسالكم الحين انت ما تسوي نفسك من جيلنا لا تكون عارف ابغى اجابات سريعه على السؤال لما اقول نتفليكس ايش يجي على بالك مو شرط عمل ايش يجي على بالك عباره مقوله فكره نتفليكس بالنسبه لك يمثل ايش هذا نتفليكس تغيير فكري ستاندرد تغيير فكري ستاندرد الجيل الجديد ستاندرد الجيل الجديد ستاندرد منخفض يعني ستاندرد اوكي ستاندرد منخفض انا بالنسبه لي انا عندي حلقه كامله عن نتفليكس سويتها في 2017 تقريبا تطبيل لا إراء يعني لا نهائي لمدى الشركة اللي غيرت فعلا غيرت كل المقاييس وغير طريقة المشاهدة وغيرت كل شيء وكنت مرة مبسوط بنتفليكس تغير رايك الحين غير رايي مرة نفس اللي أنا قاعد أمر فيها الحين مع أبل تي في بلس أنا خايف أنها تتغير بعدين بس أنا نتفليكس يا جماعة نتفليكس لما بدأت الأعمال هي المقاييس هاوس أوف كاردز تمام بدايات أورانج إز ذا نيو بلاك بتتكلم على دير ديفل تمام سوبر هيروز مسلسلات جيسيكا جونز ذا بانيشر أشياء كانت يعني قوية وأعمال كانت قوية الآن كل ما افتكر نتفليكس يجي في بالي حاجة واحدة مو سوء إنتاج ولا ستاندر أجندة أجندة قلتها نتفليكس أجندة مع أنه ما أدري ما أحد قبل كم يوم ذكر لي هذه النقطة قال لي اشمعنى مركز على نتفليكس ما أنت مركز على HBO لما نجيبوا نفس الأجندة HBO من يومها هي الأجندة ذاتها HBO ما عندهم الأجندة HBO جيبنا قصة
قصة فيها واحد مثلي أو قصة فيها قوة المرأة بطريقة ما. ما تحس إنه الفيلم انعمل عشان ده الشيء ولا التغييرات انعملت عشان تخدم الأجندة بطريقة معينة؟ أو إنك خليت القصة غير منطقية بس عشان عشانها تخدم الشيء هذا. مع إنه يعني بدأوا شوية خندهم خمجة بس بشكل عام على حصيلة الأعمال HBO ما زالت متوازنة. أنا أشوف نتفليكس تأثيرها على المسلسلات وعلى طريقة استهلاكنا للمحتوى نفس التأثير اللي سواه التورنت للأغاني. غير طريقة استهلاكنا للأغاني لدرجة أنه غصب الاندستري نفس اللي يصير ستريمينج اللي يصير آيتونز أنه يوصل للمرحلة آيتونز وبعدين من بعدها لفين لسبوتيفاي وآبل وهذه. هذه كلها كانت ممكن تتأخر فترات طويلة وما تصير لو ما صار فيه التورنت. هذا شيء إيجابي. نتفليكس في البداية كان الإيجابية كان صار فيه حريقة كذا جاي صح. واحد من بعيد مقلع والشبكات اللي مرتاحة وعندنا تلفزيوناتنا وإعلاناتها صار فيه واحد جايك من بعيد فبدأوا يشتغلوا خلينا نلحق طريقة استهلاك مسألة إنه ينزل المسلسل كله في يوم واحد هذه سلبية وإيجابية لكن برضو يعطيك الأوبشن التغيير يعطيك الأوبشن مو مفهوم يعني البنج ووتشنج هذا للجيل الجديد ده قاعد يتفرج باستهلاكي بشكل عام هو عمله بالضبط. فأهمية نتفليكس ما حد يقدر يختلف أخذوا كولتشر يوتيوب لكن أخذوها بطريقة إنه أنا أبغاك تظل في المنصة يعني بقدر المستطاع وبعد ما تخلص يعطيك شيء بعده طب تكلمنا عن نتفليكس وتكلمنا عن HBO الثالث كان ديزني حتى ما جبت أبل تي في أنا بالنسبة لي ديزني إيش تمثل لكم اليوم إيش ما بقول ديزني إيش يجي في بالك ديزني بالنسبة لي أفلام الأطفال قتل الطفولة قتل الحين مؤخرا اليوم أيوة ما أقولك اليوم إيش تمثل لك اليوم أغلب الأشياء اللي قاعدة تصير اليوم من ديزني وشبيهاتها كيف يخلوا الشخصية حقت اليوم الجديدة أو الشخصية اللي يبغوا يستحدثوها أنها شخصية ممتازة بطريقة واحدة يسفلوا لك ويقللوا لك من قيمة الشخصيات اللي إحنا كنا نعشقها وإحنا صغار فيقتلوا الشخصيات اللي إحنا كنا مرتبطين فيها وإحنا صغار ويطلعوهم إنهم فيهم مشاكل عنصرية يطلعوا فيهم مشاكل وهم كانوا بالنسبة لنا وإحنا صغار إنه هذولا بيعطوا دروس في الحياة جميلة عشان طبعا. إيش؟ عشان يعني قديش أنت ضعيف في الكتابة إنك ما تقدر تبرز شخص إنه هو بذاته كويس شخص لازم إنك تقلل من قيمة شخص ثاني وهذا اللي بيسووه ديزني وممكن باش. اللي قاعد يطلع الصورة هذه أكثر اللي هي مسألة كثرة الريميكس الحين صح. اللي هي بالضبط. قاعد يعني يزرعون فيها الأفكار هذه ريميكس وجه جديد بالضبط طيب لو جينا على شباب ما انا قلت افلام طفوله وقلت لك تغيير وفي نتفليكس برضه نفس الشيء يعني انا بالنسبه لي هم بالنسبه لي اللي قاعد يعني قاعد اشوفهم بنظره الاجنده اكثر حتى من نتفليكس إيه لانه قاعد ياخذونها بمساله عناد اللي ما نسمعكم لا احنا نبي نطبق اللي الا لو الصين اللي تكلمت بس شوف انا نفهم لغتها انا انسان تقريبا بالذات اخر سنتين ما ادري ليش بس اكتشفت يعني التقنيه بتبين لك اليوم السكرين تايم اللي في ابل بيقول لك انت بتقعد اكثر وقتك على ايش انا وقتي كله رايح على اليوتيوب اليوتيوب بشوف مواضيع بطريقه غير طبيعيه في اليوتيوب اليوم اقنعني بحاجه اقتنعت مواضيع كثير سمعت كثير والاجانب كيف بيتكلموا كنت احس ان الاجنده كان عندي كده اقتناع ان الاجنده احنا بس كعرب او كمسلمين ضد لانه هي ضد افكارنا ضد ضد طلع الجميع يا جماعه فانا عندي ايمان بالرأسماليه تمام يمكن من ايجابيات الرأسماليه انه في الاخير حتتقهقر هذه الامبراطوريه اللي اسمها ديزني وحتمشي ورا اللي يبغاه الجمهور انه اذا راحت الفلوس يعني مصدر الشرق الاوسط الفضاء بالضبط ومو بس حتى عندهم صار في مقاطعات الفيلم حق ديزني شو اسمه باز لايت من أسوأ ما يكون هولك اليوم شي هولك خش على الاي ام دي بي وشوف التقييمات اللي صايره وشوف الكلام اللي بينقال عليها حتى صاروا يقارنون ما بين يقول لك حتى الفيميلز الان شفت الميمز اللي انتشرت طبعا ايه لما الفيميل هي الفيميل كاركتر مكتوبه من مثلا من ميل اللي هي المحاميه في بيتر كول سول وفي ميل كاركتر رايتنج لوير في وومن وشوف شلون قاعدين يسوونها بالضبط فيقول لك يعني انتم قاعدين تمشون في موجه ان احنا قاعدين نطلع الوومن بطريقه غير جيده
بينما في الواقع لا، في اشياء قاعدين يطلعونها بشكل كويس وتكتب تعطى حقها طبعا مع فارق التشبيه يعني طبعًا. بس شوف الى اي درجه قاعدين. فانا هذا اللي مقتنع فيه، مقتنع انه هذه الموجه حتكون نقطه سيئه في التاريخ نتذكرها ونضحك عليها ونضحك على اللي كنا ماشيين فيها، لانه مو احنا الحال. كان عندنا مشكله في البدايه انه احنا غير متقبلين، بس انه ضد عاداتنا واسلامنا وضد كل الامور دي، بس لا العالم كله ضد، ترى العالم كله ضد، العالم كله بيتكلم، العالم كله، بس هم عندهم فكر وفي جماعه يبغوا يمشوا فيها مع الحمله حقت الميتو مع اللي صاير، بس مصيرها تندثر. انا هذا اللي مؤمن فيه انه مصيرها تندثر. انا شوي اختلف معك لسببين. السبب الاول، انا اعتقد كل اللي بيصير الان فقط للجو، يعني الاجنده هذه. لان كل ما انحليت في القيم، كل ما صار المدخول من الاشياء اللي تسويها اللي ما عندك اي مانع انك تسويها اعلى. وهذا من البداية من الخمسينات لما كانوا، حتى كان في افلام في الخمسينات والاربعينات كانوا النونز نفسهم الراهبات نفسهم انه ليش لابسين كذا، لا خلاص قصروه شويه وزي كذا، ويطلعوا في نهايه الفيلم انهم مبسوطين وهم طالعين وهم قاصرين مقصرين ثيابهم مثلا من وقتها. ليش؟ انه انت حتلبس لبس واحد سوداني قصدك هذا معناه انك حتشتري واحده ولا اثنين، بس لو كل شويه تبغى تغير هذا كمثال. فالان انت لما تيجي، ليش انا اقول لك ممكن اخاف انه هذا ما يصير؟ لانه اللي بيتاثر الجيل الجاي مو احنا، اللي قاعد يقتنع ويقول لك يا اخي ما ضروا احد خليهم في حالهم، الجيل الجديد مو احنا. هذول لو استمروا وكانوا وهم بيشوفوها نوع من النبل من الشهامه انه يدعموا ناس مستضعفين ويروحوا يشتروا منتجاتهم ويروحوا يتفرجوا على افلامهم ويروحوا يردوا عليهم في تويتر، فهو قاعد يسوي شيء للمجتمع العالمي، هو شايف انه هو قاعد يخدم المجتمع العالمي. فالخوف من هذول، شوف هو هذا الخوف اكيد موجود، وهذا اللي خلى يعني وانا عشان كده مثلا في مراجعه ثور لاف اند ثندر شرحت البدايه بشكل بسيط، شرحت البدايه بشكل بسيط انه ليش بيتمنع، ايش ما ايش المنع، منع مو لينا احنا الكبار في السن مثلا اللي خلاص عندنا قناعات ومهما يشوف خلاص، المنع عشان لا يطلع جيل بيتفرج ويشوف هذه الاشياء ويلاقيها عادي. وهذا اللي خلى الان انه الامارات مع السعوديه وحتى مصر كلهم عندهم بلغوا نتفليكس بضروره حذف اشياء، لانه وصلوا انه حتى الاشياء دي واصله في محتوى الاطفال بالضبط، وبتحس محتوى الاطفال انه نظيف يعني، والاشياء دي حاطينها بس في المحتوى العادي طلع حتى محتوى الاطفال. فانا اتفق معك في النقطه، بس يعتمد قد ايش النفس اللي حيستحمل الخيبات الامل في البوكس اوفيس لين ما يطلع الجيل ده ويدفع لهم الفلوس بالضبط. الان الاعمال كلها السنه هذه اللي مبنيه على اجنده كامله خسرت، صح؟ حتى من فيلم الديزني يعني الصين انت تتكلم عن مليار شخص يمنعون، انت قاعد تتحكم في الماركت بالضبط. فهذا اللي فايدنا احنا كمان قدام فيلم ثاني رجع لي التسعينات، فيلم توب جن. توب جن رجع للاساسيات حقت السينما، كيف تعمل فيلم اكشن، كيف فيلم ما فيه ولا شيء ينجح كان بالضبط. بس هذا بين لي قد ايه انه احنا عندنا اشتياق كبير انه نتفرج فيلم لاجل القصه ولاجل المتعه، مو لازم تحشي لي رسائل في كل كلمه ولا في كل شخصيه بتنعمل. ابغى انترتينمنت، ما ابغى ايجوتينمنت. طب لو جينا على تعلمني الدرس، واحنا جينا الحين على التقييمات، دوما اتكلمنا على روتن توميتو واتكلمنا على ام دي بي بشكل سريع. انا الناس عارفه رايي بهذا الموضوع، لكن ابغى اخذ رايكم، تثق في مين اكثر وليش، روتن توميتو ولا اي ام دي بي؟ ماهر موصل اكيد حلوه يعني يا بنحاول يا احمد يعني اخذتها من لسان. لا والله كبرامج موجوده رسميه طبعا، من قبل ما نخش اي فيلم ضروري كلنا ناخذ راحه. اثق بالاثنين وما اثق بالاثنين، وعندي رايي لكل واحد. قول يلا. طيب اي ام دي بي مر في مرحله مؤخرا الحين صارت ما بين لورد اوف ذا رينجز وما بين هاوس اوف دراجون، صار في موجه تبغى تهبط النسبه. فالنسبه فعلا تاثرت في اي ام دي بي. انا كنت الحلقه قبل ما تنزل يس كان الناس حاطين 10 وناس حاطين 1 حق ون بيس، اخش ون بيس حاطين 1 اقول لك ما شوف الحلقه حاطين 10 في التقييم. انا كطرف ثالث ما يدري عن الاشياء هذه، اجي انا التقييم احكم في التقييم صح، هذا غلط. فانا الحين كوني عرفت الموجه هذه كلها وعشتها، شفت ما بين Game of Thrones و Lord of the Rings، ما بين One Piece و Attack on Titans و إلى آخره، وتمشي دائما وتظل موجودة. حقين The Walking Dead كانوا موجودين مع Game of Thrones، كانوا عندهم نية معينة. حقين Breaking Bad كانوا مع Game of Thrones. ففي ضغط صاير على التقييم إذا أعطيت الجماهير التحزبات، إذا أعطيت الجماهير الفرصة بالضبط. فأنا جيت على اللي مفروض أنهم أعقل منهم اللي هم النقاد في Rotten Tomatoes، لقيتهم يتأثرون كثير بأشياء سياسية، يتأثرون كثير في الأجندات وفي يعني ما بين مارفل وما بين دي سي، ما بين والله شي هولك وغيره، صاروا النقاد كأنهم يستقعدون الجماهير بالضبط. نبغى نفرض وجهة نظر معينة وبنعطيها تقييم قوي غصبا عليكم. يعني أنا ما اختلف تماما، يعني
روتن توميتو بالنسبه لي عاده النقاد يهمهم شيء انا ما يهمني. فانا من كذا ما انظر، مو انه ما احترم، بس لا انه يعني ما تهمني الاشياء اللي هم تهمهم. لما ارجع لام دي بي بالضبط، يعني انا غالبا وبالذات الاعمال اللي مستنده على عمل ثاني ما اخذ براي الاي ام دي بي ابدا، لا من كوميكس لا من روايات لا من هذا، لانه يبغى يقول لك والله العمل مدري وش. انا هذا وسط ترفيهي وهذا وسط ترفيهي، كل واحد له معالجته. باخذ هي مرجع للاستزاده فقط. إيه فانا الغالبيه اني اخذ الفكره واشوف الاعلان وانطلق واشوف احمد واقرر نفسه. نشوف كانت اي ام دي بي لين لما غيروا سياسات المراجعات حقتهم. هو ما غيروا سياسات، هو الجمهور اللي تغير وصار في تحزبات من الجمهور. لا يعني عندك مثلا الافلام الجديده كان في مساله انه اذا كان اول اسبوع او اول 10 ايام لازم تثبت انك شفت الفيلم، ترسل تعطيهم صوره من التيكت حقتك شيء زي كذا. اه والله ما كنت تدري، والله ما كنت عارف معلومه جديده لي. هذه ما ادري استمروا فيها ولا لا، بس لما شفت شيء زي كذا اعطاني. روتن توميتو لما صارت الفضيحه اللي قبل كم سنه، اللي ما اتذكر الفيلم اللي كان مضبطهم ماديا وكانت التقييمات شوي ارتفعت، اتذكر الفضيحه اللي صارت 2014 15. اوكي من هناك بديت اشك. فالان صار بالنسبه لي ادخل الرقم هذا المكتوب فوق لا يعنيني اي شيء في الاثنين. ايوه ايش انت قاعد تقول، ايش الكلام اللي قاعد تقول. لانه كثير مثلا لاحظت في واحد من الافلام انه واحد من الاشياء السلبيه انه لا يوجد اي شخصيه سوداء. مبروك، انا هذا بالنسبه لي ما يقلل، ما يفرق معك هذا منقص واحد من الفيلم، هذا ما يفرق. تلاقي حاط واحد وما قرأت الكلام المكتوب. بس الكلام هنا لما انت تيجي ولا اقطع كلامك، انت لما تيجي وتشوف 500 واحد حاط مراجعات، انا صعب اقرا كل واحد عشان افند رايه، فهمت؟ فانا احطه في النهايه اوفرول هو للاستزاده فقط. كان ممتاز بفيلم غير معروف، يعني تقييمات عاليه لفيلم غير معروف، ما له اي موجه، ما له اي توجهات، ما له اي تحزبات، ما كان موجود كهاشتاج ترند في تويتر، باخذ منه بيكون الكريديبيليتي المصداقيه حقته بتكون اعلى. شوف هو يعني انا اليوم اشوف بشكل عام جدا كل التفاصيل ذكرتوها صحيحه صح بالنسبه لي، كل اللي قلته، بس انا بشكل عام جدا جدا ما عندي وقت ابغى اشوف فيلم الان المقصر حق ام دي بي على طول. ايوه انا اسهل شيء عندي اسهل. لكن لو ابغى اعرف واستزيد زياده هعمل البحث التقصي اللي بتقولوا عليه. بس الشكل السريع انا حاثق في ام دي بي 1000 مره قبل ما اثق في روتن توميتو مره. صح. ولو رحت روتن توميتو كمان عندي اثنين، عندي الجمهور وعندي النقاد، حاثق في جمهور روتن توميتو 1000 مره قبل ما اثق في نقاد روتن توميتو مره واحده. فهذا بالنسبه لي. غير انا بحكم ان اقرا روايات وقلت الكلام ده قبل كده، اي عمل روائي والله ولا شو اي مكان، لانه غالبا 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 حقون الروايات دول أسوأ بكثير من اتاك اون تايتن وون بيس وكلهم. ناس مره عندهم الروايه شكل كبير. ليش ما حط الاغنيه الفلانيه؟ الاغنيه هذه تغير في مجرى الاحداث كلها. طيب بتلاقي الاغنيه 3 ساعات في الكتاب. ابى اروح الحين بحكم احنا كلنا سعوديين في الجلسه دي، عندنا اراء مختلفه، وبحكم انه السينما في السعوديه لها فتره، وبحكم انه صار في عندنا محتوى مو سينمائي قد ما مسلسلاتي يعني وبدأ ينزل. أول حاجة، هل أنتم متابعين لأول بأول للمشهد السعودي والتغييرات اللي بتصير فيه؟ طب ليش لا؟ ليش لا؟ ما عندكم حتى فضول الجيل الجديد هذا اللي طالع إيش بيطلع منه مثلا؟ في فضول، بس يعني سبحان الله أنا قاعد أشوف نفسي وقاعد يعني أقيس على نسبة الفراغ اللي موجودة عندي. عندي نسبة فراغ قاعدة تتقلص شيء في شيء. صح. أوكي. يعني الأشغال والحياة بشكل عام. انا افضل اشوف شيء انا تقريبا ابغاه اضمنه، يعني حتى المسلسلات والاعمال الامريكيه صرت صدق استثمر فيه اني انا وش ادخل فيه بالضبط. اي ما صرت اشوف اي حاجه زي قبل اي مسلسل جديد موجود يلا، بس مع غزاره وكمل هائل من المسلسلات الان انت ما تدري، ممكن تتفرج على حلقتين وخلاص. يعني اخر واحد تابعته نسيت منفست اعتقد اللي في طياره كذا ويختفون، سكرت على اللي بعده يلا على اللي بعده، فهمت؟ لانه انا عندي وقت محدد، انا ما ابغى شيء يخربه. طيب ايش ممكن يعملوا عشان ياخذوكم يا جماعه؟ لان احنا كنا نطالب انه نبغى زياده، نبغى اعمال، وكنا نقول معلش اكمل كلمه، قلنا الجيل القديم وكان في شلليه وبس اعمال كلها كوميديه والكوميديا السخيفه والكلام ده كله. مؤخرا صار في انتاجات، خصوصا صراحه انا اشيد بشاهد يعني في اهتمام من شاهد بالاعمال، وكثير من الشباب اللي احنا نعرفهم اللي طلعوا من السوشيال ميديا وكممثلين، مو عشان هم مؤثرين، هم ممثلين وشقوا طريقه، من كان فيصل الدوخي، ان كان يعقوب فرحان، ان كان في شباب زميلنا براء، فبيطلعوا. طب ايش اللي ممكن يعملوا
عشان يشدوا انتباهنا اكثر. انا اشارككم في الراي يعني ما بشوف كل الاعمال، بس عندي دائما فضول ايش ممكن يعملوا يشد انتباهنا. ولو نستشهد برشاش، رشاش اقول كلنا شفناه صح؟ الصدى لا انا ما شفته اليوم. ما شفت رشاش لا والله. شوف الصدى بالنسبه لي انا ما بعد الموجه هو اللي ممكن يخليني اتفرج. يعني انا الحين بعطيك اقرب مثال الان جديد دي اوفيس بنسخته السعوديه. حلو. انا ما راح اشوفه اول ما ينزل. والله انا مره متحمس انتظر ردة فعل. انا مره متحمس اشوف. مع العلم ان ردة فعل الناس مو مقياس، انا نزلت بوستر بس انا من الان بتريقوا عليه في تيك توك. حرام عليهم يا اخي، احقاق للحق، احقاق للحق. في ناس كثير يعني مثلا ما عندهم معلومه انه ذا اوفيس اللي هم يحبونه هو اوريدي مقتبس من بريطاني. أيه. وجايين من منطلق يا اخي اي شيء موجود امريكي تسعودونه عندنا وما ادري ايش الى اخره. وانا اتفق مع ذي النظره، بس اوفيس لحاله يستاهل انه ثقافه مكتب، وثقافه المكتب تختلف من دوله لدوله. ثقافه المكتب السعوديه ما كان نسخ الجوكس. كثير متحمس اشوف. ايه يس. ايه. وفي اشياء ما ادري اذا شفت التريلر حقه كانها نكت مترجمه. حبضوا على الدباسه في العسل. هنا التخوف نفسها. يعني قاعد تقول يا جماعه نفس الدباسه حقت العسل. ايه. يعني بس مع العلم ان الامريكي انا شفت مقطع 7 دقائق يعني منزل اتذكر في هذا التريلر كان يتكلم عن البريطاني بالحرف، كان ماخذ من بالحرف ماخذ من بريطانيا. طب هذا تبرير من فهد الان. أيه. فهد اذا بتبرر ان انت اخذ كتبت كل حاجه الحين من الامريكي عشان يكون عارفين الكتابه. أيه. وكذلك ممثل اعتقد اذا ماني غلطان، فهو برضه منزل 9 دقائق أو 7 دقائق كانت بالحرف منسوخه ومن فهم. فهو هنا قاعد يقول انه ترى ما في مشكله، بس انا هنا ترى اختلف مع فهد. انا ابغى ثقافه المكتب السعودي. احنا عندنا اشياء فول في المكتب. يس. واحد يجي متاخر عارف ايوه يعني حاجاتنا اشياء انا معطلان اشياء كذا رجعنا بكره هذه يعني هذه انا اختفت هذه الحمد لله الحمد لله اختفت بشكل فين راح. بس لا بس شوف انا يعني كنت متابع لين ما وقفت اتابع بشكل عام يعني. كنت المسلسلات بشكل عام السعوديه ممكن نعطي فرصه انا وجهه نظر ابغى اعرف ليش وقفت اتابع بشكل عام. يعني هذا بالناقشه لا راح نجيها بعد شوي. اي خلينا نجيها بعد شوي. بس السعوديه الاعمال السعوديه ما شدت انتباهك. كنت ابدا اذا شفت انه نفس البوق وما بوق مع السلامه. حلو. في والله شيء كذا شوية من هنا مختلف، حتى لو في الأطعام الورث وما ورث بس إنك معطيني هي بقالب جديد ممكن أتابع. لكن يعني الأمانة من جد فقدت الاهتمام. ترى أنا أدخل تويتر مرة في الأسبوع بس. فبعدين تفاجئ أوف والله هذا نزل فيلم جديد، أوف والله هذا نزل كذا فاجئ. فممكن إذا تحمست أروح أشوف، لكن نادرا جدا. لكن أقول لك إنه أنا جدا جدا متحمس للأعمال السعودية، وكنت وقتها قاعد أتابع أول بأول، حتى سويت مقطع اللي هو تاريخ الأفلام السعودية من السبعينات إلى اليوم وزي كذا. وأنا لما سويت المقطع قلت واو والله عندنا شغل جامد. ما سألتكم عشان أعرف بس إيش يسوي زيادة. أنا شايف إنه ما في اهتمام لسه إلى الآن، ما قدر يجيب اهتمام شعبوي كثير. تو ناضج أنت. السينما السعودية توها فتحت، مش سينما حتى مسلسلات، حتى إيه السينما نفسها بكبرها. في ثقافة إنه أنا أشتري تذاكر وغالية وأجي، ترى الحين في شحنة وعماء الآن مقارنة في الهبة الجديدة. يعني أنا قاعد أشوف أرقام وأشياء وإلى آخره، في فعلا شح وفي إعادة الدراسة الموضوع. هل فعلا التذاكر أسعارها غالية؟ ليش الناس مو قاعدة تروح؟ هل السنوات ضعيفة إنتاجيا مثل ما ذكرت؟ يعني هل المشكلة فينا ولا المشكلة في الإنتاج؟ فهم؟ ففي دسكشنز هذه قاعدة تصير النقاشات هذه. هذا عامل أول ولا أقطع كلامك. العامل الثاني أنت تحتاج فترة طويلة علشان فترة طويلة توصل إلى مستوى النضج. يا عمي أنت عندك مواضيع محظور عنك إنك تتكلم عنها. فيجي حتى الكاتب يلاقي نفسه مقيد. انا ما عندي الا موضوع الميراث، ما عندي الا سالفه ابونا توفى وش اسوي. انا عشان كذا من اجمل حلقات من اجمل حلقات البودكاست اللي شاهدتها 8 مع حسن العسيري. الادمي هذا زي باقي الكثير كان عنده وجهه نظر عنه انه هو اللي مخرب المسلسلات السعوديه وكلها، وانه هو اللي هو منتج مو بس ممثل، هو منتج، هو اللي بيصرف فلوس وبيطلع هذه الاعمال. اللي ما شاف هذه المقابله يشوفها. هتسمع من شخص لك احترامي الكبير والله يا أستاذ حسن لما شرح وجهة نظره وش اللي شايف، نفس الكلام اللي قاله عزيز، كيف انه في كثير افكار ترفض ويصرف على عمل كامل. واحد يشوف عمل يشوف الحلقة ممنوع ليه؟ طيب والله جانا تعميم من مين قال لك؟ ما حد يعرف كده. يقول لك في جندي مجهول هو اللي يرفض الاعمال ويقول ما هو نفس السيستم عطلان، هو نفس الشخص هذا. فهنا غير نظرتي، قلت والله يا استاذ حسن على كده خلاص ننسى اللي فات، ورينا ايش حتسوي شيء جديد مع الانفتاح اللي احنا ايش اليوم عايشين. طب مع الانفتاح ده والتغيير
شاهد اليوم عمل أكثر من مسلسل منهم رشاش مع تحفظ على النهاية بس والله العظيم قد يوصل جماهيرية أنا تحمست فيها وعملت عليه مراجعة والناس كلها تفرجت طلع تمثيل جميل إن كان من يعقوب فرحان في دور رشاش إن كان إبراهيم الحجاج في دور قحص ولا مين هو كان في أدوار جميلة فقعدت تقول رشاش إيش اللي خلاه يمشي عشان القصة حقيقية هل معناها نسوي قصة حقيقية كثير عشان نجيب الناس لازم نفهم إيش اللي خلى الناس يكون في جماهيرية عالية عندك تاريخ عندك إرث طيب ليش هتقول ليش ما إذا تسمح لي يا عبد العزيز ليش ما تبني عليه قصص خيالية كل العالم ماشي كذا ياخذوا حدث تاريخي صار فعلا ويتشعبوا ما احنا ما نعرف ايش صار خلف الكواليس صح. الحدث الحقيقي ما نعرف ايش النهايه ما نعرف بس هذا كله زي اي عمل انا شيء درامي تبدا تاخذ هذا انت البدايه والنهايه والنص كله انت تبنيه بطريقتك هذا احد الاسباب انا الاسباب الاساليب سوري انا اعتقد انه احنا ما زلنا في نفس الصندوق يعني فكينا ممكن درفه واحده بس ما فكينا الصندوق انه نفكر كيف نسوي اعمال حقتنا احنا سعوديه طيب بتمثيلنا وهذا ترى واحد من اكبر الاسباب مو عندنا مشكله في التمثيل عندنا مشكله في انه المخرج ولا المصور يقول لك هذا كويس خلاص خلوه هذا مو كويس هذا ممكن يسوي لك هذا الممثل نفسه بدون ما تغير يديك دور افضل لو بتوجيه افضل او ثاني وجهه هذاك اللي طلع معصب كذا وقاعد ليش ما قال له المخرج والمنتج يا اخي عفط وجهك يا اخي ليش كذا قاعد كذا كيف اصلا تصير معصب وانت ما انت معصب وجهك قول بابا لما واحد يعصب كيف تعصب انت في الحقيقه وريني كيف تعصب ايوه زي هذا بالله روح اوقف قدام الكاميرا كذا اشياء يعني اشياء شرافي يعني ايوه اشياء بسيطه بس كذا بس تبقى يعني بعد هذه النقطه ان يعني هي بالاخير هي المكملات احنا نبي الاساس نبي القصه نبي خلينا نقول الكتابه اللي تسحب انا كتابه انا بقول لك انت عندك احداث تقدر تسوي منها اشياء كثير اذا انت والله ما عندك المخيله انك تسوي لك عالم زي ستار وورز ولا متافر فاين عندك تقدر ما يحتاج تشطح واجد تشوف الاحداث اللي صارت قبل 10 سنوات في الرياض ولا في عندك قصص يا اخي رهيبه صارت يعني استغفر الله رهيبه لما في الافلام مو لما صارت في الافلام يشوف انا بالنسبه لي يمكن يعني انا اعتبر الموضوع يبي له وقت جدا طويل ليش لثلاث امور مهمه اولا ان لازم الممتاز يزاحم السيء الحين للاسف يجيك عمل واحد ممتاز يجي بعده ثلاث اربع اعمال سيئه كانها تمحي اللي قبله بشوي ان كان شفتوا شلون هذه أعمال هذه أعمالنا فهذه يعني كثرة الأعمال الممتازة وتصير هي أكثر من السيئة هذه نقطة واحدة ثانيا اللي هو مسألة الوقت عشان نبني الثقة لأن بالأخير ما أبغى مؤثر يجيني يقول لي والله الفيلم رهيب لا أبغى الناس الطبيعيين يعني المتابعين العاديين يجيني ويقول لي هذا اللي سمع رشاشة والثالث وهي النقطة الأخيرة معنا اللي هو التسويق لا تسخف من عملك يعني حين أنا بصراحة يعني The Office السعودي أنا بتابع بس يعني الأمان الإعلان سيء خلاني أقول أوكي لا خلني بشوف فالتسويق عادة إحنا عندنا بالخوف من فكرة إنه هم أظهروا أفضل ما لديهم في المسلسل بالتريلر بالضبط عشان يجذبوني هذه فكرة طيب أنا في عندي 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 نقطة بسأل عليها سؤال سيبوا اسمعني بس آخر نقطة بقول لك ترى المشكلة الكبيرة كمان مع الأعمال إنه ترى الجمهور السعودي جمهور وذويق وذويق ترى احنا مع الكابتن اللي كان من غير سينما شفنا كل شيء بالدور انت بالدنيا شفنا كل الاعمال ما كان عندنا شيء ثاني نسويه بالحياه غير افلام ومسلسلات احنا اليوم قاعدين نعيش فتره الثمانينات في افلام هوليوود انت وصلت فتره 2023 و2022 بافلام قاعد تشوفها بعدين كانك قاعد ترجع في آلة زمن وقاعد تشوف افلام السعوديه بفتره الثمانينات او السبعينات حتى اللي في امريكا فانت اذا ما عندك هذا الاستيعاب الاستيعاب هذا اذا ما عندك كمتابع سعودي ان تهونا في مرحله بدايه السينما السعوديه وصناعه السينما السعوديه توها بيبي الى الان ما راح تقدر تتخلص اسمح لي شوف انا اللي تعلمته من الشباب اللي بيتابعونا وكذا والله ما همه انت في بدايه ما بدايه لا ضيع لي وقتي هو قال لي وانت قلت لك انا عندي وقت عندي وقت بسيط اديني عمل رهيب بدل ما تديني 10 حط واحد البشريه تبني خبراتها على بعض صح انت ما تعرف تسوي ما قد سويت روح خذ لك دورات روح خذ لك روح شوف فيلم وشوف بيهايند ذا سين كيف سووا روح ادرس روح اتعلم عندك كل النولج هذا كل المعلومات هذه موجوده لا تيجي تقول والله انا دوب بديت لا في قبلك 80 سنه انا عندي وجهه نظر وعارف انه حسبب نفسي مشاكل في ذا الشيء بس من سبق قلتها مع فارس قدس وكان فاضي انزلها فيديو وانا قلت له لا تنزل الحين انا حنزل بنفسي
تمام. انا شايف انه اغلب المخرجين اغلب الممثلين عايشين في بابل لحاله. ايش يعني بابل؟ فقاعه كده يسمعوا البعض يشجعوا بعض وعايشين مع بعض ما محتكين بالجمهور، ما يعرفوا راي الجمهور وما هم قريبين منهم ولا حاولوا انهم يقربوا من من الجماهير. اعمال تحسها انعملت ما هو حاط باله الجمهور، حاط باله دول الناس اللي تعال اتفرج ايش رايك، والله انت رهيب، وبكره ده اللي قال له رهيب يقول والله انت كمان احلى ما يكون. ونشوف هذا الشيء في تويتر لما ينزل كل مين يبغى العمل ما نزل، طب خليه ينزل وبعدين عززوا البعض بالطريقه هذه. هذا انا ماني ضد انه تعزز، بالعكس كلنا بنعزز، احنا اصحاب وبنعزز بعض وبنرتويت وبنسوي، بس لما الجمهور يشوفكم عاملين ده الشيء يتنفر لانه ما عنده اي شيء يثبت انه انت عملك كويس. أيوة. فلما يسمع تصفيق والاعلام حقنا كمان مو مقصر في ذا الشيء، من غير ذكر اسماء ممثله من الممثلات اللي والله تمثيلها كويس وشاء الله، بس افضل ممثله سعوديه هم كم وحده اصلا؟ هم كم وحده عشان اقول عمل ولا عمل عشان عمل افضل ممثله وكم عمل عندنا عشان تصير افضل؟ تمام. وتاخذ جائزه في مهرجان قبل سنه صار ما ادري ايه، وانت عملت ايه لسه؟ إيه انت بتحبي لسه يا جماعه؟ فالجمهور عندنا يتحسس، فلما يشوف هذه الاشياء والتكبير يقوم هو يعكس وجهه نظر عكسيه، ما هي نجي التسويق، التسويق ده غلط. هذا التسويق غلط، ما حيجيبنا، حينفرني منكم اكثر. هقول لكم خليكم في الفقاعه حقتكم وعيشوا مع بعض وانا اعيش اشياء ثانيه. هنا بسالكم العكس تماما، اللي شايف انه الجمهور حاببهم الاعلانات السعوديه في اليوم الوطني اللي بتكسب رده فعل جميله جدا سنويا، صح؟ فهنا اللي المفروض يسألوا نفسهم ايش سووا في الاعلان ده وخلاه وصل للناس، مع ان الاعلان وتركيبته تختلف عن الفيلم، بس ما زال عمل، ما زال عمل مرئي انا بشوفه وبقرب منه وبحس فيه. في اللي قلد الاعمال الاجنبيه ان كان الملا عمل لنا سوبرانوز، عمل لنا جيم اوف ثرونز، عمل لنا رهيب الملا، يمكن اعظم واحد فيهم. انا بالنسبه لي هو الحين افضل مخرج موجود، بس انا بس اتمنى اشوف له فيلم طويل عشان يثبت نفسي فعلا افضل مخرج. فهذه انا اللي بقول الدعايات يا جماعه اتعلموا منها، ايش الاعلانات اللي بتنجح وايش العوامل اللي بتنجح هذه الاعلانات. طب مش شرط اعمل فيلم طويل ساعتين ثلاثه، يمكن اعمل فيلم اقصر بس يكون قوي يكون جميل. ما عندنا حتى افلام قصيره حقتنا غير مفهومه، ما ست الشبابيك في الصحراء نصها افلام ما حد فاهمها، مهرجانات ما حد فاهم ذا الشيء. فاحنا لين نخرج من هذه الفقاعه حنضيع. فبسالكم كل واحد من افضل اعلان سعودي شفته من يوم ما بدات الهبه حقت الاعلانات السعوديه في الوطني؟ وزاره الدفاع. وزارة الدفاع هي السنة هذه؟ حقت السنة الماضية. السنة اللي فاتت فيها الدوخي برضو، فيها الدوخي. فيها الدوخي. فيها ممثلين ها؟ فيها ممثلين نفسهم يعني بيطلعوا. وزارة الدفاع أنت؟ شوف اللي يعالج في مخي من يومها اللي هو حق اللي جاء قال نطلب من الهند ولا من منتج محلي. عظيم. هذا السنة هذا. هذا اللي هذا السلسلة. إنتاج هيئة المحتوى المحلي. محلي. تشجيع على المحتوى المحلي. أنت؟ قد يكون الأنيميشن حق مانجا. انا عجبني هو الانمي يعني جابوا افكار او حتى زي ما تقول تعزيز لشخصيات تاريخيه ومن هذه ببساطه وعطوا وصلتنا. حلو انا حاضيف واحد مو للسنه دي، انا يمكن من 5 سنين او 4 سنين، مع انه كل الاشياء دي حلوه بتجي كل سنه، بس هذا العمل الى الان قوي ورهيب بانتاجه والصوره اللي فيه، كان حق شاورمر نحن الحجاز ونحن نجده اللي قالت القصيدة حق غازي القصيبي والقصبي، وكيف الصورة طلعت وجابوا من كل مكان في السعودية جابوا إنجاز أو جابوا شخصية تاريخية، كان فيها سيدات وكان فيها رجال، كان فيها من الغربية، كان فيها من الشرقية، كان فيها من الأماكن كلها. ففعلا ما إحساس اليوم الوطني يعني شوف عمل بهذه الطريقة اللي حسسني قد إيه إنه إحنا في شبه قارة يعني. السعودية شبه قارة يا جماعة، ترى إحنا ما إحنا مجرد مدينة صغيرة، إحنا شبه قارة. وأنا أبغى في هذا اليوم إني أنا أذكر إن إحنا شبه قارة، أذكر باختلافاتنا الثقافية المختلفة في عمل والقصيدة أصلاً قيلت رداً على أحد الزعماء العرب اللي كان يبغى يجيب التفرقة فينا ويذكر كيف إنه إحنا كنا مغيرين، لا إحنا توحدنا وما زلنا متوحدين. فأنا شكل العمل ده بالنسبة لي من أجمل الأعمال. أنا ممكن أقول اللي خلى الإعلانات الناس ينبسطوا فيها أكثر من المسلسلات مسألة واحدة، إنك أنت كشخص سعودي عايش في البلد هذه او عايش في البلد هذه تقدر ترتبط مع اللي قاعد تشوفه مع الاعلان، صح؟ بعكس اللي في المسلسلات والافلام. يعني كم شخص عنده ميراث بالملايين، كم شخص عنده شركات، كم شخص في البيت يتلطش ويلطش كم
في ناس يرتبط معهم اكيد بس مو الشعب. شفتوا شمس المعارف؟ يس انا شفت. يس عجبكم؟ يس عجبني مره عجبني. شفتوا حد الطار؟ يس حد الطار مره عجبكم جدا. فانا هذا اللي بقوله ترى يا جماعه في اعمال حلوه تستاهل يعني انا بالنسبه لي افضل فيلم درامي طويل ناضج هو حد الطار. حد الطار صحيح. افضل فيلم فن كذا وفلاش شمس المعارف. افضل مسلسل بتجربه كامله كان رشاش بالنسبه لي. وافضل مسلسل كوميدي خفيف لطيف كان اسمه زمن جميل او جميل جدا نزل هذه السنه في شهر. صحيح جميل. هو عندك اللي في اللي نزل في رمضان اللي ثلاث اخوان عندهم محطه. ايوه اللي فيه صالح اللي فيه صالح بعمره وفيه الشباب كلهم اللي بيمثلوا الحين في الاوفيس. مره حلو يعني في اعمال تطلع في اعمال حلوه بس هم على قولك انا اتفق معاك جدا هم قالوا اسباب كلها معروفه واتفق 100 بس نقطه هم يغفلوا عنها موضوع التسويق. تسويقهم سيء طريقه اللي يوصلوا فيها الاستفزاز اللي بيصير للناس. عيشوا على قدكم اقربوا من الجمهور والله العظيم حتتكافؤوا عليها. طيب ابى اختم باخر موضوع واللي هو بديت فيه من البدايه كلكم موقفين مع عاد عزيز اللي هيرجع يوقف مره ثانيه. ليه موقفين؟ نبدا معك يا ابو عمر كشكول. طيب. انا كشكول من انا ممنون لكشكول من اوائل البودكاستات واللي حطني على الطريق وكان وقتها حتى عندي اشتراكات بسيطه واستضفتوني في واحد من الحلقات وكانت حلقه جميله ومن بعدها الناس بدات تعرفني. فما انت جاي من حاجه عاديه وجات فتره انت اخذت منهج الافلام بس كنت تتكلم على كل حاجه مع الشباب اخذت الافلام لحالها. فابغى اعرف يعني ليه الوقفه وايش اللي نحتاج عشان نرجعك في الكار. طيب شو بالنسبه لكشكول البودكاست ما زال ماشي. انا اعطيت جميع الصلاحيات للشباب اللي بيشتغلوا الان سووا اللي تبغوه بس في قايل 1-2-3 هذه اشياء ما تعدوها غير كذا اللي تبغوه. الشباب خلال السنه الماضيه وخليتهم كل شيء بشوفه بخليه ما افتح فمي ولا كلمة ابغى اشوف ايش هم يقدروا يطلعوا من عندهم. تفاجأت الشهر هذا لما جيت انه الاستماعات الشهريه تريبلد يعني احنا ممكن يعني 3 مرات زادت تضاعفت. فاحنا ممكن نقفل السنه على 3.5-4 مليون استماع. قاعد اتكلم على رقم يعني يعتبر ترى كبير في مجال البودكاست. من ناحيتي انا من اول انا اعطيت الشباب البودكاست عشان كنت ابغى اركز على اليوتيوب لان اليوتيوب كان ميت مره. فاعطيتهم بس انه كنت بتابع معهم اول باول وايش حتسووا كذا ما ادري ايش. لا الحين سحبت يدي مره. اليوتيوب اول ما بديت فيه كنت جدا مستمتع. طبعا اغلب الاستمتاع كان من مساله الناس اللي عاده اشتغل معهم لما اجي اصور ولا بدون كلام ولا whatever كلها كانت جميله. لكن وصلت مرحله انه صرت انا باغصب نفسي عشان اتفرج اصلا عشان اتكلم وبتكلم وانا ماني مبسوط اصلا يعني ماني مستمتع في كل الجوله هذه. الحين الفيديو الواحد هذا ياخذ 8 ساعات من كتابه وتصوير واديتنج ونشر وثمن غير المشاهده اصلا لو كان مع مسلسلات وحلقات وغير المشاهده. فهذا كله شخص واحد بيسويه كنت انا مسويه. ولما كان بداوم في البيت كان عندي مجال. لما صرت ارجع داوم في الشغل صرت ارجع محدود ولسه وراي اغصب نفسي متزوج ولكن لاولادك واشياء اغصب نفسي اني اتفرج على شيء عشان اتكلم عليه. طب انا ما اخذ هذا الشيء مخرج وهروب من ضغوطات ما يكون مسؤوليه اضافيه والله عليك. فايش كان ايش اللي ناقص؟ عمل ناقص اعمال فعلا نستمتع فيها تستمتع فيها عشان يعني انا تعبت من وجودي حتى فصار مجهود على غير سنه صح. فهذا الشيء غير انه اصلا يعني المردود على القناه نفسه المشاهدات وكذا كان جيد للامانه. يعني 2,000-4,000 الحلقه ما بقول لك انه ما هو شيء لا وكان حيطلع وكان حيطلع مليون في المية. الاستمراريه هي السر يعني دائما ايوه بس يعني انت لما خاصه لما تكون مثلا صغير لسه ايوه يكون عندك البرايورتيز تشكل على كيف فعادي تستنى 3-4-5 سنوات. لكن انت لما تكون خلاص واصل لمرحله ان انت عارف انت ايش تبغى في الحياه ولا ايش تبغى اولوياتك اذا ما مشي معك خلال 3 سنوات تبدا تغير تحسن تغير برضو والله ما مشي. طيب هذا قاعد ياثر على شيء ثاني انا ابغى استثمر فيه وقتي فهمت. فخلينا نستثمر في هذا ممكن يجيب نتيجه يعني. نفس الوقت ما قتلنا القناه وكشكول البودكاست ماشي. لو ان شاء الله حنرجع نبغى نرجع يعني باسلوب يكون اروق لينا وأمتع للمشاهد. هذا اللي طيب روحي محمد أنت اللي صدمة بالنسبة لي كان أكثر مو عشان شيء ما كان في مقدمة مواضع عمر إيوة لأنه مثلا يعني
أبو عمر يغيب ويرجع يغيب ويرجع وسبق كيف معاه بالتليفون أكثر من مرة يعني هذا حاجة أوف ريكورد يعني برا الموضوع. بس محمد اللي فجأة فعلا فعلا صدمت أنا حتى حسبتها برانك لا أنا في يوم من الأيام عملت برضو قلت أوقف هنا وكانت عبارة عن فيديو أشرح فيها آلية القناة فقلت والله محمد عامل نفس الموضوع فكلنا بنلف على بعض يعني في الموضوع هذه اللي كانت برانك أوقف هنا بس سمنين حقك يقول أنا بطلت فيه بس محمد لا أنت كانت صدمة ومحمد أنا يعني قلت لك هي بر وأقول لك هي قدام الناس الشعبية اللي عندك مرة حلوة مرة حلوة 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 والناس تطالب برأيك وتطالب بوجودك وافتقدتك في الساحة لأنه من أكثر الأشخاص اللي كان يثري محتوى مسلسلات خصيصة عندك شهية ما شاء الله للمتابعة وما زلت في تويتر بشوفك إنه ما شاء الله مستمر بنفس الشهية يعني بطل يكتب بس بطل يكتب وبطل تعمل أعمال فقل لنا أكثر عن اللي ساير أنت أكيد تكلمت في حلقة كاملة بتقول ليه وقفت بس الآن بعد ما وقفت وكده يعني إيش منظورك للي صار وهل قرارك كان سليم هل ها رجعت شوية افتقدت الوضع زين بعد يعني عشان نبعد الغموض يس هو قرار سليم تماما حلو. الحمد لله أنا طبعا اتخذت القرار هذا يمكن في سبتمبر 2020 2020 يعني يمكن تقريبا يعني كثير من الناس يمكن مرت في ظروف صعبة صح وأنا بعد نفس الشيء يعني أنا يعني وصلت لمرحلة اللي بدأت القناة تأثر على نفسيتي أوكي. تأثر على صحتي لأن عندي أوردي مشاكل في الظهر فيعني قعدتي على المونتاج كثير وقفتي قدام الكاميرا يعني حتى لو الواحد يرجع ويركز يمكن آخر 6 شهور لي في القناة كنت معظمها أصور وأنا جالس عشان المشكلة صح فأنا قاعد أقول ليش أضغط على نفسي لشيء هو مفروض أنه ثاني ومفروض أنه أنا يعني أوكي حتى لو أني أستمتع بصناعة المحتوى بس للأولويات أحكام صح يعني لاحقا والله نفسيتي بتتشعب من توصل لأثر على عائلتي وببدأ حتى ممكن صحتي قلت صحتي قال والله جيك المهم أنه وحتى مسألة الظهر يعني بيبدون يعابلون فيني لو أنا ما لحقت على نفسي صح فأنا وقفت قلت لازم أرجع لأن قالوا لي مثلا مستشفى قال يا أنك تسوي عملية أو أنك لازم تنحف اخترت أني ما شاء الله نحفان الحمد لله تقريبا 38 كيلو مستمرين طب هل لو صحياً إن شاء الله وبإذن الله يا رب أنت اهتميت فيها وده ورجعت صحتك بشكل ممتاز هل ممكن ترجع؟ إيه أنا شوف أنا هذا أصلاً اللي ذكرته في المقطع أنا ماني مسكر الباب أنا مخليه مطرف لأن أنا عادي عندي جداً أن مجرد ما تترتب أموري كلها والله الحمد إن شاء الله أن يكون لي عودة وأنا ممكن أوردي يعني من كثر ما أني أنا مشتاق ما يعني تصورت اني ارجع على انستغرام احيان كذا صورت مقطعين ثلاثه حلو من كلمني ماهر مع انه ممكن يقولون اوكي انت سافرت عشان تصور لا انا ما يعني ما ضيعت الفرصه اني انا عندي النهم اني اتكلم اصلا محتاج بالضبط انا افتقدتها يس افتقدت الجلسات اللي كذا ما ابغى افوت الفرصه بس ما افتقدت اني مثلا اجلس لحالي مع الكاميرا اوكي عزيز خربت الجلسة كانت الموقفين كنت هسميها فضفضة مع الموقفين رجع على بيت التنانين كده ايه انا رجعت يعني ما جبت شاشة خضراء والله شوف انا بعدك الاشياء اللي انا مريت فيها تعلمت فيها اشياء ودروس يعني انا كنت دائما اسوي فيديو في اليوتيوب اقول ليش وقفت بس دائما عندي تساؤل هل الناس تبغى تسمع حلطمة ما تبغى تسمع حلطمة خلاص تعلم حلطمة قد ما دروس ترى الناس تحتاج الدروس صح تلاقي واحد مثلا مكمل ويبغى يسمع الناس ليش وقفت هل لانه في بعض الناس يمكن يجيهم تفكير الوقفه عشان مفهوم النجاح عنده غير عندك يبدا يقول عشان فيوز او ممكن يقول عشان سبسكرايبرز او ممكن يقول عشان فحلما نسمع ان كل شخص له اسبابه فقيس على هذه الاسباب الخاصه فيك عشان كذا ما يحلطمه اكثر من انه يتعلم كدروس منه طيب اجل بنقولها في الحلقه هذه قول تعددت الأشياء بالنسبة لي كشغل يعني أنا جاتني فرصة مع صحيفة الرياضية أمسك جزء من المكان الفني عندهم وأكتب عندهم جاتني فرصة في كورونا في وقت كورونا أني أطلع في ييرو بلس ون اللي هي عقد سنة قابل للتجديد مع العربية سويتها وعاد لي بمنفعة كبيرة ممكن أتكلم فيه في أشياء ثانية يعني بديت أدرس ماجستير في كلية الإمام محمد بن سلمان خلاص الحمد لله باقي لي 4 شهور واخلص خططت للزواج والحمد لله تم وخلص ماشي فهذا برضو واحد من الاشياء البركه هذه الخدود اللي طالعه حق الزواج اضمنت
الحمد لله انك بسوني جلسين. فالشيء الرابع شغلي في الهيئة يعني. يعني هذا اللي هذا برضو هذا شيء الحالة يعني يتطلب مجهود كبير بس اني ذكرته في الاخير لان الكل يعرفه. اما الاشياء الباقية انا يمكن مقل شوي ثانيه. طيب دحين مع الرجعه تحسن وحسن وخلاص ان شاء الله حتقدر توزن ولا هو بس حنشوفك معانا في التنين تزاحمنا في الوقت مع التنين تنزل الساعه 4 الفجر كذا وخلاص تختفي بعدين. انا يعني انا اذا شوف انا اشتغلت على الحلقه اذا خلصتها حمد كبدي انزلها فهمت يعني ما انتظر لين العصر عشان الناس تشوفها بنزلها الحين بروح انام خلاص اللي بيشوف يشوف اللي بيشوف واثر على المشاهدات هذا انت عارف يعني. بس ما شاء الله يعني النقطه انا استفدتها كثير من عندك هي مش الكواليتي. يعني يمكن قاعد اقول لك الكلام هذا قدامك وقلت لك يعني حتى من خلف الكاميرا شوف ماهر ما شاء الله يتذكر رقم وصل 400 فيديو وهو قد قال لي كلمه وما زلت الى الان اتذكرها قال لي فكر في الفيديوهات كانك تزرع شجره الشجره بتكون صغيره بس انت بتروح بعدين ترجع لها في المستقبل تلاقي الفيديو وصل 200,000 100,000 انت اصلا خبرك فيه 53 عرفت 60,000 تلاقي وصل 300,000 فهي الاستمرارية حقتك رغم انه اليوم يجون الناس يقولون ماهر مثلا في الكواليتي حقتها مو مثل ناس كثير في الكواليتي اليوم ما يخفى على الناس انه في ناس كثير قاعدين يصنعون محتوى في ناس في الكواليتي ممتازين بس انا اوجه على ماهر تقصدك في الكواليتي اللي هو الانتاج جودة اي جودة الصورة جودة الانتاج جودة منحاول طول حينهم لا تتحسن يعني. إيه لا تتحسن ما يحتاج يشوفون المكان بس لا بس ركزت على الاستمرارية أكثر من أي شيء ثاني الكوانتيتي بالنسبة لك كانت حاجة كبيرة أكثر من الكواليتي رغم أن الناس كثير يقولون لا الكواليتي أفضل أوفرول عن مجال الأفلام والمسلسلات إذا أنت متى موجود دائما إذا أنا مو بكل فيلم أشوفه أبلاقي رأي ماهر فيه إذا يشاركني ولا يختلف معي ما في فائدة أي فبالنسبة لي أنا أشوف ما شاء الله أنت يعني سويت هذا الشيء بشكل كبير وهذه نتيجة أنت اليوم قاعد تزرعها بكونك واحد من أكبر صناع المحتوى إذا ما كنت الأكبر في مجال الأفلام والمسلسلات اسم ماهر اليوم يتكرر في كل عمل مش فقط هاوس أوف دراجونز مش فقط جيم أوف ثرونز وأنا أتذكر الناس اللي كانوا دائما بطاقة تقول حتى في نطق يستقعدوا لك حتى في نطق إذا ما زال يعني بس اليوم صاروا وشو صاروا الأقلية أكثر من اللي يعني في مرحلة من المراحل هذول الناس ممكن يخلونك توقف شوف هو يأثرون على نفسيتك يعني اليوم المشاهدات والكلام والمديح وغيره يخليك أنت ما تنتبه أصلا للشيء السلبي الأساس فيها كلها والله هو اللي واللي سبق قلتها كثير وانا اسف اذا بعيد الكلمه دي مره ثانيه اللي بدات القناه اساسا بدات القناه انه انا من اخلص عمل احب اتكلم عنه صح احب اتكلم عن العمل من عشان كذا اكثر من الصوره ولا الانتاج ولا كذا اني اصور المشكله لما يكون في اللي بواجهها مثلا حاليا انه في اعمال انا ما عجبتني بس الناس صارت متوقعه ان انا ايش اتكلم عنها طيب. فهذه حليتها مثلا مع محمود مهدي الان وستعمل حصاد الشهر انه مو شرط اعمل فيديو خاص بدال عمل خلاص بسرعه امر عليه مرور الكرام مع محمود بالرجعه لاسباب التوقف غير الشغل ايوه يا اخي في اشياء احنا كمشاهدين يعني احنا نحب الافلام والمسلسلات ونبغى نتكلم عنها بس انا لقيت نفسي داخل في صنعه ثانيه مختلفه اللي هي مثلا الايديتنج اللي هي افضل وقت لنشر المحتوى اللي هي لاداره الترافيك وشو تشوف الناس وين واصله وايش الهايب اللي قاعد يصير اي والترندز والى اخره في موجات ثانيه تيجي مع الوجبه يعني انت متى منزل صحن واحد على قولتهم لازم تشوف كل الاشياء صح. فانا مثلا من ضمن الاشياء اللي تعتبر بالنسبه لي نايت مير هدك كبير الايديتنج انا انسان سيء في الايديتنج يعني يا دوب اعرف طب اشرح للناس ليش اشرح للناس ليش الايديتنج بالنسبه لنا احنا مو زي مثلا محتوى الالعاب ولا شيء صعب تدي له ثاني طيب انا بقول لك قصه بسيطه انا قررت اني يوم من الايام اتعاقد مع جهه معينه تعمل لك ايديتنج تعمل لي ايديتنج هذا الكلام كان في جيم اوف ثرونز في عز جيم اوف ثرونز في وقت انا كنت فيه واحد من يعني من الناس اللي منتظره الحمد لله بشكل كبير الحمد لله سويت الحلقه معه طلعت مسكت رقم الملك فهد اتصل علي طبعا كان في رمضان تذكر أيوة خلاص انا رايح انا موجه للبيت عشان اتسحر يعني رمضان يعني قال لي يا اخي دورن هذا ما لقيته دورت ما لقيت منه دورن هذا ما لقيته قلت دورن يا اخي ما هو شخص تدري شلون انا راجع اي فهنا صار في ايشو صرت انا احتاج واحد اديتر شاطر وسينمائي محترم ويتابع اعمالك مو بس سينمائي ويتابع اعمالك في هاوس اوف دراجونز أيوة. مؤخرا جلست مع جهه ومره مره 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 شاطرين سووا لي الايدنتيتي حقتي كامل وسووا لي كل شيء وكانوا داخلين معي على حتى اساس انه نسوي لك المونتاج حق الحلقات في ايشوز يعني من ضمن الايشوز قال يا اخي انا احيانا ما اشوف الحلقه تحرق علي انت يعني يقول انا مشغول في الدوام انا ما ادري فجاه تجيني حلقتك منتجها طب بروح اشوف الحلقه اول يا الله ففي ايشوز في اشياء يعني انا بديت مؤخرا صراحه
إني يعني عندي كم فيديو نزل والاستقبال كان رائع من الناس. كان في كثير الناس قالوا لا نباك زي ما أنت بسيط يعني ما يكون حاجة كبيرة. بس أنا حاب الصورة الجديدة، حاب إني أشوف إنه في شيء جديد ونقدر نعمله وأقدر مادياً إن أنا أدفع، ليش لا؟ بس لما جيت على هاوس أوف دراجون حلقة الأولى قعدت أكتب سكريبت وأحط سكريبت، يعني أكتب كل الكلام اللي بقوله أصلاً مكتوب على في المكان، وأحط رابط لكل صورة على كل شخصية بقولها وعلى المقطع اللي أبغاه ينحط والثواني من المقطع اللي تنقص. طب إيش بعد؟ أنا سويت وعملتها وتأخرت يومين، بدل ما أنزل ثاني يوم هو يجي الصباح وأنزل في الليل كما بنزل عادة، نزلت الثلاثاء وتأخرت. بس من جيت عيد قلت يعني الآدمي ما شاء الله عليه فنان في المونتاج، بس حقعد ألقم بالملعقة بالطريقة هذه خلاص ما أنا أعمل نفس الشيء كله وأنزل في الوقت وأكون مع الهايب وأعمل ده كله. بس هو فعلا المونتاج هو أصعب شيء لنا إحنا، لأنه لازم اللي بيعمل المونتاج يكون فاهم سينمائيا بنفس الدرجة اللي أنت موجود فيها، أو تكون مستعد إنك تكتب له حاجات وديله تفاصيل ومو دائما هذا شيء مرة صعب. فهذا ممكن تستعين فيه في أفلام عادية، يجي بس يحط لك البوستر بالزبط. يحط لك تريلر، يحط لك تقييم. أنا صرت أقول له شوف معاي الفيلم فيشوف الفيلم، صار سهل لأن أفلام في السينما، فهو رايح السينما شوف الفيلم وأنا شوف الفيلم، أعطيه الفيديو الجمعة الدين يا السبت ينزل، هذا أسهل شيء. بس الأعمال بالذات اللي فيها تفاصيل هذه ما بتكون صعبة. فهذا واحد برضه من الأسباب غير الانشغال والأشياء. طب دحين رجعت مع هاوس أوف دراجون، أنا الحين إيه، فأنا يعني عندي سياسة أضغط نفسي أشتغل وأجتهد وأمنتج حتى لو يأخذ مني 8 ساعات، حتى لو ما عندي وقت، حتى لو بداوم بكرة الصبح، بس في شيء أنا أحبه وقالها في شيء أنا أبغاه، أنا أبغاه مرة والناس يبغوني. اصلا الناس بالعكس احيانا يفرضون عليك شلون ما طلعت عن هذا. اوكي نستغني عن افلام ما تسولف عنها، بس هذا شلون ما طلعت عنه؟ فصرت اضغط نفسي فيه. انا اليوم ان شاء الله باذن الله بعد التخرج، بعد ما تتيسر بعض الاشياء، خلاص مشروع العربيه خلص، فهمت، في بعض الفراغ يصير عندي في الوقت، في سبيل، بس ما يزال الى اليوم الكابوس بالنسبه لي هو الايديتنج المونتاج. فانا بمجرد ما احل هذا الشيء ما عندي مشكله افتح الكاميرا اليوم اسولف 10 دقائق، اقول له خلي ال 10 دقائق 6 دقائق منتجها قصقصها صح اطلعها بشكل مرتب وابد جو اهيد دراج اند دروب دراج اند دروب خليه هو يسوي. بس الى اليوم ما لقيت الشخص اللي يسوي لي هذا الشيء. طيب هذه فرصه لكل المنتجين يا جماعه، تواصلوا مع عزيز اذا احد شايف انه سينمائي فعلا عنده، تواصلوا مع عزيز، تواصلوا مع احمد نفس المشكله صح، لانه عنده نفس المشكله، تواصلوا مع الشباب وان شاء الله الشباب يشدد. طيب ابغى اختم، انا بقول اخر شيء صراحه قبل ما نختم، معليش انا عارف طولنا، بس صراحه يعني من اجمل الاشياء اللي طلعت منها بكشكول انه قديش الناس لما تقدر محتواك بعد ما توقف. صحيح. يعني مثلا لما بدا ويست وورد يعني كميه الناس اللي جونا جوني ويقولوا لي الحلقه ما عاد صرنا نستمتع فيها، لانه اول كنا متعودين نخلصها نجي نتفرج على الحرق حقك وتفاصيل اصلا ما نشوفها زي كذا. ولا لما احد قبل امس لسه في مكان حكومي جاء واحد توقفني، ابو عمر اهلين وسهلا كيف حالك، والله يا اخي وحشتنا في يوتيوب وفي كشكول زي كذا. تحس انه فعلا انه انت قدمت محتوى انه الناس استمتعوا فيه، فهذا برضو يعطيك مساله انه دافع الاستمرار، غير انه دافع الاستمرار انك ما ضيعت وقتك، انك بالعكس استفدت هذا الشيء يعني. والناس انبسطوا. وللاسف يعني السوداويه دائما اكثر والسلبيه دائما اكثر من قفل الجوال، السلبيه دائما اكثر تطغى. ويمكن هذا يمكن رساله لكل الشباب، اذا يعجبكم محتوى، مو والله مو محتوانا احنا، اي محتوى يعجبكم، لا يعجبكم وخلاص اتعنى معليش. يمكن انا من الناس اللي ما عبر اقول اكتب لي لايك اكتب لي تعليق وما ادري ايه، فتجي من الشخص اللي بيتفرج، اعمل اللايك اكتب التعليق ترى يفرق، والله العظيم يفرق. فهذا حيخلي الاستمراريه تزيد، خصوصا للناس اللي يصنعوا المحتوى المهمين بالنسبه لكم. والاشتراك ترى مع الناس، يعني انا 50% اليوم 55% من عند الناس نون سبسكرايبر، يعني هذا ترى عشان اسمك سهل يدور عليه ما مو لازم يطلع ويستنى ويشوف. ابى اختم خلاص، بس ابغى اخر شيء تعليق يجيك تتفق معه او تختلف معه وليش، وكل واحد تعليق دائما يجيك سواء تتفق معه او تختلف معه وليش، نقي انت تبي اللي تختلف معه ولا تتفق معه وليش. تعليق كيف؟ تعليق في اليوتيوب، تعليق في قناه، في تويتر، دائما يتكرر وتبي ترد عليه، عندك فرصه الان ترد عليه، بالذات اذا دائما يتكرر، سواء تتفق معه او ما تتفق معه. لا لا اعطيني دقيقه، انا عندي تعليق. لو هو ان ليش تسولف وايد، ليش صرت قلت لي ليش، اي يعني عادي تقدر تطلع من المقطع يعني ما حد جابك انت انا حاطط تفاصيل عشان انا افصل برايي بس.
انا يقولوا لي ليش تتكلم بسرعه؟ اي هذه اشوف تجيني كثير. انا ترى يعني حياتي عباره عن اكس فاصله 1.5. حتى الاوديو بوكس الحين في التطبيقات احطها دائما 1.5، يوتيوب احطها 1.5، متعود على الموضوع هذا. اصلا انا عندي كذا وجهه نظر دائما حتى في الدوام اقولها. الشخص اللي يقعد 10 دقائق علشان يشرح وجهه نظر معينه بشكل مو بسريع وبتأتأ او ببطء وكذا يحتاج يحل الموضوع. لاني انا اشوفها سكيل انك تقنع الناس باسرع فتره ممكنه وتوصل معلومتك باسرع وقت ممكن. هذه بالنسبه لي انا مهاره، فانا حريص عليها كثير انها تكون هاجسه. طيب انت شايف ان عيب؟ انت شايف لا بالعكس، انا شايف ان هذه لازم انا اطولها اكثر. فصارت عند الناس يا اخي ايش فيك سريع كذا يا اخي، مدري ايش فيها انبط مقطعك يا اخي مدري ايش. فانا احس اني لازم اوصل الفكره بس ما شاء الله. امنم شوف انا ممكن اكثر تعليق اللي كذا قاعد اقول يعني مو منطقي الكلام اللي قاعد ينكتب يا اخوان. أيه. اللي هي مساله انك يا اخي ليه ما تستخدم عربي بسيط؟ لغويا يعني. أيوه. هذه انا طالع فيها اوف قد كذا احنا وصلنا يعني انه فعلا ممكن احيانا اتعنى اني استخدم كلمات يعني سينمائيه مثلا. أيه. من نوع من اثراء المحتوى. بس مو معناه انك تيجي تقول لي عربي بسيط ليش عربي بسيط صعبه. اوكي فممكن هذا اكثر شيء، غير انه الناس اللي يقول لك ليش ما تصير زي فلان، ليش ما تعلي صوتك، ليش مفروض كل واحد له تتقبل ايوه شخصيته زي ما هو يعني. بس هذه اكثر شيء شد انتباهي. شباب الله يعطيكم العافيه، مشكور جدا جدا، وهذه من يعني من زمان مخطط لها بس الحمد لله عملناها بس بالحلقه. فهي تطفط مع الموقفين مع الموقفين الا شويه احنا 2017 لما تقابلنا وقلنا 18 لما تقابلنا وقلنا نبغى نصور شيء مع بعض من 18 الحين 3 وقف وقلت ناوي اعطيك محاور قبلها بس وقف بس انا اللي بقول انه سعيد الحمد لله انها صارت. طب الحمد لله ويعطيكم العافيه ونراكم ان شاء الله على خير.